مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي، ولكن مش استاد الاهلي. النهارده في الاهلي يحاور فكره جديده ان شاء الله نقدمها على احسن ما يكون. قبل ما ندخل في اجواء هذه الحلقه ان شاء الله تكون حلقه مميزه جدا، عايزين نتكلم شويه بسرعه عن اخبار الاهلي في اللقاء المنتظر مع الاهلي والانتاج. الاهلي زي ما احنا عارفين كلنا في الاهلي في المركز الاول برصيد 66 نقطه، ما شاء الله الفرق بينه وبين المركز الثاني 20 نقطه والاسماعيلي، وله مباراه مؤجله. الاهلي هيقابل الانتاج الحربي المتنشي لسه كسبان الاسيوطي، علي ماهر عامل برده نتائج ولا اروع، عامل اداء وعامل اقناع فني كمان، لكن الكابتن مختار مختار وجهازه المعاون معاه مجدي عبد العاطي كمان عاملين نتائج ولا اروع ايضا، لكن الاهلي والانتاج موضوع مختلف خالص. الاهلي بقى بعبع الدوري العام، فرق كبير جدا بينه وبين اقرب منافسيه اللي هو الاسماعيلي زي ما قلت، فرق 20 نقطه مع اعتبار الاسماعيلي له مباراه مؤجله، ولكن الاهلي هيقابل الانتاج بفارق 30 نقطه، الانتاج عنده 36 نقطه، فرق 30 نقطه عن النادي الاهلي. يعني هنخلينا نبعد شويه عن قوه النادي الاهلي واعتلاء النادي الاهلي للمقدمه كالعاده، ولكن في حاجه حاصله في الدوري يعني الموسم ده تحديدا ما حدش عارف في ايه بصراحه، يعني فرق نقاط كبير جدا. الاهلي معودنا على فرق النقاط، لكن 30 نقطه و20 نقطه و40 نقطه حاجه بصراحه، لا في حاجه لازم كل يتوقف عندها، ولازم الدوري يرجع زي ما كان قبل كده. كنا بنلاقي منافسه على المراكز الاولى الاهلي بيحسمها في الاخر عادي يعني ما شاء الله، لكن 30 نقطه كتير او 20 نقطه كتير 40 نقطه كتير، يعني حاجات بصراحه نفسنا الدوري يرجع بالرغم من قوة الأهلي، لكن في ضعف عام. مع احترامي لكل الفرق أنا نفسي الدوري يبقى قوي جدا مع الأهلي، لكن في حاجة إن شاء الله الفرق تفوق وترجع لمستواها الفني تاني. الأهلي الماتش اللي فات مع النصر 5 أهداف مقابل لا شيء، وليد أزارو اللي الكل شكك فيه وقال إن هي صفقة لغاية دلوقتي حتى بنسمع أصل وليد أزارو ما عندوش خبرات، وليد أزارو مش عارف إيه، وليد أزارو أحرز 16 هدف مع النادي الأهلي، فرق بينه وبين فلافيو المحترف اللي أقنع الناس كلها بعد سنة كاملة أو سنوي كمان، فرق بينه وبين فلافيو هدفين. لسه مباريات كتيرة، أعتقد 9 مباريات، ممكن وليد أزارو أو أكيد هيجيب أهداف الفترة المقبلة، يبقى الهداف الأفريقي الأول اللي بيحرز اهداف كتير للنادي الاهلي، او يعتلي قائمه الهدافين الافارقه اللي جم النادي الاهلي عشان يخرس كل الالسنه اللي كلمت او شككت في وليد ازارو من اول ما قال وليد ازارو بسم الله الرحمن الرحيم في النادي الاهلي. واحنا كنا بنقول ان وليد ازارو مهاجم متميز جدا، مهاجم بيمثلي تحديدا بكسر تواجده قدام الجول، كم مره راح قدام الجول مش مهم جاب او ما جابش، اللي بيروح على الجول كتير هيجيب كتير، حتى لو الدنيا وقفت مع حسام حسن قبل كده. قلت لكم حسام حسن الهداف التاريخي لمصر كلها، حسام قعد سنه ما يجيبش جوان، لكن حسام كان بيوصل للجون، كان مره كان عنده اصرار، كان عنده روح، كان عنده قوه. نفس الكلام لويد ازارو، حاجه تفرح، سرعه، قوه، تحس ان هو في الاهلي بقاله 15 سنه بالرغم من انه محترف وصغير اول مره يطلع في الاحتراف، لكن محدش بيفكر في الكلام ده، كله عايز النادي الاهلي جاب محترف لازم يجيب جول، لازم يجيب 2، لازم يجيب 3، لازم ما يضيعش، مفيش حاجه اسمها الكلام ده خالص. بنشوف كل المهاجمين، ميسي بيضيع، كريستيانو بيضيع، لكن بيروح للجون كتير. ما شاء الله 16 هدف ولسه اهداف، لسه مباريات كتير هيجيب فيها اهداف ويخرس كل الالسنه. غياب عبد الله السعيد المباراه اللي فاتت اثرت بالسلب على اهم حد في النادي الاهلي وهو جونيور اجاي. جونيور اجاي شفناه الماتش اللي فات ب 50% من قوته لانه مفتقد روحه الثانيه او مفتقد توأمه. خلاص عبد الله واجاي بيتعاملوا دلوقتي بلغه الاشاره، مش شايفين، هم مش شايفين بعض فين، لكن عارفين هم يكونوا موجودين فين. بنشوف ازارو، بنشوف عبد الله السعيد مع اجاي الدبل باص وال1 2 وال1 3 برده بيفنشوا عبد الله السعيد واجاي في الاخر، عشان كده تحس ان اجاي ما كانش اجاي. عبد الله السعيد لعيب مهم جدا جدا جدا، حتى لو قعد او مشي لعيب مهم جدا، لازم احمد حمدي يرجع يجهز تاني، حسام غالي موجود ان شاء الله كله يبقى مكان عبد الله السعيد، وكله يعني لو مشي عبد الله السعيد او قعد احنا بنتكلم في المستقبل النادي الاهلي، عندنا احمد حمدي لعيب استنوه، لعيب هايل، لعيب مع الماتشات هيبقى حاجه ان شاء الله احسن من ناس كتير. احنا قلنا الكابتن مختار مختار عامل نتائج كبيره برضو مع فريق الانتاج مع مجدي عبد العاطي، اتنين متفاهمين بقالهم فتره كبيره مع بعض، لكن ماتشات الاهلي بتختلف. اذا عرفنا نجيب مجدي عبد العاطي والكابتن مختار مختار هنشوف ازاي بيفكروا في المباراه القادمه مع النادي الاهلي، هل هيعملوا ايه، هيلعبوا مع النادي الاهلي هجمين ولا هيلعبوا دفاع منطقه كالعاده. الكابتن مختار مختار بيتميز دايما بهجومه ما بيخافش، الكابتن مختار مختار قلبه جامد شويه،
مفيش حاجه اسمها بقى الاهلي كابتن مختار مختار ما عندوش الكلام ده، ما عندوش ان انا قلبي بيرق، لا كابتن مختار مختار راجل عارف برضو تاريخه، عارف اسمه، اهم حاجه عنده اسمه، اهم حاجه عنده ناديه، انتمائه فين، ما بيفرقش معاه هو بيلاعب مين، حتى لو كان عشقه الاول والاخير اكيد هو النادي الاهلي، لكن هو انتمائه الاول والاخير دلوقتي لفريق الانتاج الحربي. اعتقد انها تبقى مباراه مهمه ومباراه ممكن نشوف فيها كره حلوه. نفسي انا نفسي يبقى فيه ند قوي للنادي الاهلي، مش كل الناس بيقولوا ان الاهلي هيكسب اي فرقه هيقابلها. كمان عبد الله السعيد اعتقد ان هو هيستمر غيابه المباراه القادمه ان ما كانش اكيد. خبر تاني، باقة وجابر ميدو جابر يتعرضان للاصابه في مران الاهلي، لكن اصابه وهميه. يعني ايه وهميه؟ يعني رجع للتمرين تاني، الحمد لله مش اصابه جامده. يعني اعتقد برضو ان كانت الاصابه بتاعه باقة مع التحام قوي مع اسلام محارب. اسلام محارب ولا بلاش اتكلم في الموضوع ده، انا نفسي نجومنا يا جماعه، نجوم النادي الاهلي يبقوا في قلب قناه النادي الاهلي، اول ما يقولوا في تصريح اعلامي للعيبه اتمنى ان هم يبقوا موجودين في النادي الاهلي، في قناه النادي الاهلي، لان قناه النادي الاهلي هي السند، هي الدرع، هي كل حاجه للنادي الاهلي. مفيش حد يقدر يتكلم عن النادي الاهلي طول ما في ناس بيدافعوا عن النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي. فمهما كانت الاغراءات، مهما كانت اللغه الاحترافيه السيده، لكن لازم نبقى متواجدين في قناتكم، قناه الاهلي، لان جمهور الاهلي مش هتلاقوه في اي قناه ثانيه. جمهور الاهلي ممكن يبقوا فاتحين شايفين اللوجو بس، حتى لو كانت القناه دي ايه، لكن في جمهور بيتفرج على اللوجو، عايز يشوف قناته، عايز يشوف لعيبته جوه القناه مش بره القناه. دي رساله بوجهها لعيبه النادي الاهلي، خليكوا دايما لو في اي تصريح اعلامي خلوا الاولويه لقناه النادي الاهلي، لان الظهور فيها بملايين الملايين. نجم وليد ازارو بيكتفي بتدريبات الجيم بعد اجهاد المباراه السابقه. مش عايز اطول عليكم في الاخبار علشان نبدا في جو الحلقه، الاهلي يحاور، هنبداها مع الخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس اللي هستضيفه بعد الفاصل عشان نتكلم في كل حاجه تخص التحكيم المصري وما يناله من انتقادات. فاصل عشان نستقبل النجم ناصر عباس. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي يحاور. ان شاء الله كل اسبوع بنوعدكم ان احنا نقدم ضيف متميز في مكانه او متميز في شغله. معانا ومنورني ومشرفني الكابتن والخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق الكابتن ناصر عباس. منور الدنيا يا كابتن. كابتن ميدو برحب بحضرتك ورحب بكل الساده المشاهدين، وانا يشرفني ان اكون موجود معاك لاعب خلقا ولعبا وكل حاجه. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. قبل ما ندخل في الاجواء التحكيميه، عايز اخد وجهه نظرك بسرعه في شكل الدوري الموسم ده تحديدا. تمام. اولا طبعا خلينا نتكلم في شكل الدوري، يعني هتكلم فيما يخص الحكام. تمام. كابتن ميدو انت حضرتك كنت لاعب واكيد عارف لما النهارده النادي الاهلي النهارده يعني في المقدمه بفارق اكتر من 14 او 20 نقطه. خلي بالك دي بتدي ارتياحيه للحكام، ما بيبقاش في ضغط على الحكام. يعني خلينا نتكلم لما يبقى في فريقين على سلم الترتيب اول وثاني واللي بنط قريبه دي بتعمل حاجه اسمها الضغط على الحكام في مسابقه. النادي الاهلي النهارده فرق كتير جدا، وده بقوله انا بالنسبه للحكام مفيش ضغوطات عليها. وبالتالي المسابقه النهارده بالنسبه للصراع من البطوله اتحسمت يعني من وجهه نظري. لما نيجي ننزل بقى حتى كمان نادي الزمالك حتى يمكن بعيد بفتره، هو دوت اللي بيعمل الضغط الكبير على التحكيم المصري. اعتقد النهارده الموسم مريح السنه دي للحكام، مفيش اي ضغوطات بالنسبه للجدول على سلم الترتيب الا في المباريات اللي هي بتبقى على صراع الهبوط. بالظبط. الحاجه الثانيه بنتكلم على الجمهور، يعني بنتكلم على التحكيم والضغوط، وانت يمكن لعبت في وسط الجمهور وقد ايه الضغوط الجماهيريه بتاثر على احيانا على البعض، مش هقول كل الحكام ولكن على البعض. اكيد النهارده عندنا حكام كتير منهم ما لعبش في وسط جمهور. فبالتالي هنا عامل جمهور وعامل المسابقه يعني ريحت شويه، ده بيخفف الضغط على الحكام المصريين. عايز اقول ان التحكيم الموسم هذا الموسم ماشي بشكل جيد. هناك بعض الاخطاء خلي بالك يمكن التحكيميه، وهناك بعض اخطاء من تجربه الحكم الاضافي عندنا. ما زلنا حتى الان كابتن ميدو لسه هنتكلم لسه. بس انا عايز اخدك يعني في حته بعيده عن التحكيم شويه. يعني كابتن ناصر عباس الرياضي، الرياضي المصري، شايف البعد الاهلي عن
المنافسه خالص، يعني الاهلي في حته والنادي الاسماعيلي في حته 20 نقطه، ده يعني بيديك ايه؟ بيديك احساس ايه؟ بيديك انطباع ايه عن شكل الدوري؟ شوف هقول لك، لو هتكلم بصراحه، انا اولا زعلان وحزين بجد والله. يعني تتكلم على الدوري، لما بيبقى في الدوري كابتن، واحنا اتعودنا احنا كحكام لما بيبقى الاهلي والزمالك والاسماعيلي، بيبقى ما فيش شك بتبقى في حاجات كتيره جدا جدا، انت حتى كمشجع عادي او يعني مشاهد بتبقى انت متحمس تشوف النهارده لما الاهلي بيفرق. طبعا النادي الاهلي، خليني اقول لك، النادي الاهلي النهارده فرق نتيجه عوامل كتيره جدا. كابتن بيدو النهارده بنتكلم فيه التزام لعيبه، بنتكلم فيه الناحيه البدنيه، ناحيه البدنيه على مستوى عالي جدا، بنتكلم على جهاز فني واداري على مستوى عالي، بنتكلم على الناحيه الفنيه والتكتيكيه بصراحه ماشيين وبينفذوا. يعني في فرق انك انت النهارده اللعيب والمدرب بيحكي لك في المحاضره وبتنزل في الملعب ما بتنفذش، لا لان النهارده ميزته ان هو بيحفظ وبينزل في الملعب ينفذ، ودي اللي عامله الفرق الكبير جدا جدا بين الفرق. طبعا بشكل ان الاهلي النهارده مدي انطباع للكره المصريه بشكل كبير، حاجه طبعا جميله جدا. في حاجات بتعمل، جمل تكتيكيه بتعمل كتير في ملعب كابتن ميدو، في انك انت النهارده بتستمتع بأداء النادي الاهلي، مش عشان انا موجود النهارده في النادي الاهلي، لا خالص، بتستمتع كمشاهد بفريق زي ما بنشوف النهارده مانشستر، بنشوف البرشلونه، بنشوف النادي الاهلي النهارده بيحاول، النهارده بيحضر من تحت وبيعمل هجمه كويسه وما بيستعجلش وبيرجع تاني وبيحضر، وده الكلام اللي احنا بنشوفه في الدوري الانجليزي. النادي الاهلي النهارده بيعمله بشكل كويس جدا، نتمنى كل الفرق بتلعب بهذا الشكل، اكيد المستوى هيبقى مرتفع. تمام، طيب هدخل لك في حته حكيم، انت لفت نظري بصراحه، السؤال لازم اساله لك، حته الضغط على الحكم لما يكون اهلي زمالك اسماعيلي امبي بتروجيت متقاربين في النقاط، مين المسؤول عنها؟ مين المسؤول ان الحكم ينزل مضغوط؟ هل هو جمهور؟ هل هو اقتراب النقاط؟ هل هو اتحاد بيحمي الحكم؟ هل هو الحكم نفسه؟ السؤال جميل جدا يا كابتن ميدو. على فكره الاتحاد الدولي النهارده عامل حاجه اسمها التقييم او التقرير، ازاي تراقب الحكم. فمن ضمن التقرير موجود في حاجه اسمها درجه صعوبه المباراه. تمام، درجه صعوبه المباراه انت كمراقب بتشوف المباراه هل هي صعبه او متوسطه او سهله. لما نيجي نقول ان هذه المباراه فيها درجه صعوبه، بيبقى في عوامل كتيره ليها. نمره واحد هو عامل الجمهور، الجمهور مأثر على التحكيم. نمره اثنين الفريق اللي بيلعب على ملعبه، يعني في عوامل ضغط وتاثيرات على الحكم كتيره جدا جدا. طيب هنتكلم في حاجه مهمه جدا، يعني ازاي نخرج الحكم من الضغوط. طب حضرتك اختار لي حد مسؤول عن الوضع ده، الحكم ينزل قلقان، او اختار لي اثنين، او قول لي نسب. هقول لك نمره يعني الحكم، قلت لحضرتك الحكم، قلت لحضرتك الجمهور، قلت لحضرتك التقارب النقاط، قلت لحضرتك الاتحاد او لجنه الحكام. لجنه الحكام، برافو عليك. نمره واحد الحكم. اوكي، بنسبه كام؟ بنسبه من 100%؟ 70%. 70%، 70%. هقول لك ليه كده. عارف اللاعب اللي بينزل عنده ثقه بنفسه وبدنيا جاهز وبيقف 90 دقيقه في المباراه ما بيقلقش. الحكم اللي عنده ثقه بنفسه وعنده ثقه بفنياته والناحيه البدنيه كويس قوي قوي، وحته الجمهور شايلها من دماغه. يعني احنا كنا بنلعب يا كابتن 70,000 و80,000 متفرج، بكلمك بامانه، والحمد لله كنا يعني ربنا يوفقنا وبنعمل ماتشات كويسه. تمام، الحكم زي ما قلت رقم واحد. رقم اثنين لجنه الحكام كابتن ليها دور كبير جدا، كابتن ميدو في ايه؟ طب انا هقطعك سنه، يعني حضرتك قلت لي 70%. طب افرض الحكم عنده كل المميزات اللي حضرتك قلت عليها دي، عنده ثقه بالنفس، عنده خبرات، عنده مش في دماغه نازل ثلجه بلغتنا يعني، لكن هو حاسس ان في لجنه تحكيم مش حامياه، يعني حاسس ان هو لو هيتشتم هيتبهدل، هل هي 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 محدش هيقول له انت فين، ومحدش هيحميه، محدش هيقول لا يا جماعه اياك حد يلمس الحكم بتاعي. برافو عليك، بتتكلم في نقطه مهمه جدا. انا برضه لسه هتكلم على 70%، هتكلم على لجنه الحكام. أوكي، من نقطتين مهمين جدا يا كابتن، ازاي انك انت كلاجنه الحكام تخرج الحكم من الضغوطات. تمام، يعني شوف مثلا الحكام في اوروبا، يعني في دكتور نفسي او محلل نفسي ممكن يقعد لو انت عندك مشكله بيقدر يحلها لك في الكلاس، بيقعد يحكي معاك ازاي تخرج انت من الضغوط لو حصل موقف ما في المباراه، غير كمان ان محدش يقدر يلمس الحكم بره خالص، محدش خالص يقدر يقرب له خالص. في مسافه كده. لو كابتن في حاجه مهمه جدا يا كابتن ميدو، هي قواعد المسابقه. خلي بالك ان كل مسابقه ليها قواعد، دوري ممتاز النهارده ليه قواعد مسابقه بتحمي الحكم من كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. تمام، بتبقى قواعد مسابقه شديده جدا جدا على اللاعب وعلى المدرب وعلى الجمهور، اكيد الحكم بيبقى مطمن. تمام، من غير ما اقول النهارده ان الحكم يتضرب في مباراه، انا بتكلم بامانه، ويتشتم وبيتضرب او يتشتم، وبعدين تفوجئ ان هو بياخد مثلا 4 مباريات او بياخد 6 مباريات او 8 مباريات، لا المفروض النهارده العقوبه تبقى على مستوى الحدث.
الحكم بيدير في الملعب دي صعبه جدا يا كابتن ميدو. بالظبط. فاذا انت النهارده لما تبقى انت حكم وانت عارف ان مش هتاخد حقك. بالظبط ده اللي بكلم حضرتك فيه. دي بتبقى مشكله، بتعمل مشكله وشرخ نفسي للحكم. خلي بالك الموضوع مش موضوع بس ان انا عديت بالماتش، النهارده الحكم ده ليه والدته ووالده واخواته ولاده والناس اللي عايشين في منطقته، لما يقال ان هو او هيروح مباراه بعد كده يعني هيلعب ازاي؟ فبنقول النهارده عشان نقدر نحمي الحكم زي ما شفنا ابراهيم نور الدين في البطوله العربيه. بالظبط كده بالظبط. لا خلينا نتكلم بصراحه يا كابتن، وزي ما شفنا حتى لو على الاهلي يا جماعه بنتكلم برضو، ما ينفعش الحكم يبقى نازل وخايف من الاهلي، ما ينفعش الحكم يبقى نازل وخايف من الزمالك او الاسماعيلي او انبي او او او، عشان برافو عليك برافو عليك. ان التحكيم او لجنه التحكيم او الرئيس لجنه التحكيم هو لازم يحمي الحكم بقوانينه وقواعده ولوائحه. برافو عليك يا كابتن. زي ما قلنا الحكم مش هنتكلم في بقى العباره اللي تردد كل مره ان العنصر التحكيم هو مهم، هو مهم ولكن مهم طب المفروض انت تاخد كل الاحتياطات اللازمه انك انت تحميه عشان يقدر يعمل حاجه بالزبط. كويسه ويقدر يعمل مسابقه كويسه. بنقول ليه دور اللاعبين داخل الملعب، خلي بالك ده بقى مشكله كبيره جدا. يعني احيانا اللعيبه بتعمل ضغط على حكم ستريس في الملعب يا كابتن ميدو، وانت عارف لما بيحس ان الحكم سنه كده يعني ايه يعني ايه، احيانا مش كل الحكام فبيعمل حاجه اسمها الضغط على الحكم. الجهاز الفني والاداري بره ليه دور كبير جدا. شخصيه الحكم بقى هنا بقى اللي بنتكلم، شخصيه الحكم. خلي بالك ممكن تدي كل حاجه، مواضيع كتير خلي بالك تدي انا بخطف لك. ممكن تدي كل حاجه للحكم، تدي له فنيات، تدي له بدني، تدي له تحركات تمركزات الا شخصيه. بالظبط دي ما اقدرش انا اديها للحكم، عشان كده بقول لك ايه، مراعاه شخصيه الحكم دي ليها دور كبير جدا جدا في ان ازاي يدير المباراه وفي نفس الوقت يحكم المباراه يا كابتن ميدو. بالظبط. يعني انا مش النهارده جاي احكم بس، لا انا ادير المباراه واسيطر على المباراه. التحكيم صعب. بالظبط. انا اقول لك على موقف من الفوار اللي انا قابلتها في حياتي وانا لاعب كوره وانا في انبي. كنا متخيلين ان الاهلي يعني الحكام على طول مع الاهلي، واي ماتش بقى الانبي والاهلي بص اصل الحكم مش عارف ايه، وبص اصل الحكم خايف من الاهلي. لما رحت الاهلي مع مستر مانويل جوزيه لقيت ان مستر مانويل جوزيه اول واحد يشتكي من الحكام. بالظبط. ايه يا جماعه بجد يا جماعه نفسنا بس تدونا حقنا يا جماعه، نفسنا الحكم لا يدي للاهلي ولا يدي يعني اكيد حاسس الاهلي مظلوم. بالظبط كده صح. طب يعني بالظبط شايف الفرق ده بيجي من فين؟ لا هو هو هقول لك الحاجه يا كابتن، هو بص يا كابتن احيانا الاخطاء بتبقى على الكل. يعني والحكم ما بقاش متعمد يخطا، يعني مثلا بنتكلم في خطا بتبقى الدنيا كلها شايفه مثلا ان مفيش ركله جزاء. والحكم خلي بالك في حاجه اسمها يعني ايه تمركز حكم او زاويه رؤيه او المجهود الزايد يا كابتن ميدو، خلي بالك احيانا يعني تفقد التركيز وبالتالي بتحسب حاجه انت الوحيد اللي شفتها في الملعب. دي يعني بنحسبها احنا على النادي الاهلي او نادي الزمالك او تحسب ان الحكم جه على النادي الاهلي، لا خالص. الحكم والله بتكلم بجد يا كابتن ميدو هو بيبقى نازل يقول يا رب يعني يا رب ربنا يكرمني أكيد. وبيحاول يحسب كل حاجه أكيد. ولكن احيانا أكيد. هو زي ما قلت التمركز خاطئ، تحرك خاطئ، احيانا مش بدنيا مش جاهز، شخصيا مش قوي بيتاثر. دي بتاثر على القرارات خلي بالك. يعني كل الكلام ده بيتاثر على القرارات الحكم. تمام. بالرغم من دلوقتي وجود الحكم الاضافي الاول الحكم الاضافي الثاني تقنيه الفيديو، انا بتكلم على بره مش السلطه العظيمه عندنا في مصر. كل الوسائل دي ولكن لسه ما زالت اخطاء الحكام موجوده. نطلع نشوف تقرير مع حضرتك عن مستوى التحكيم يلا. ونرجع للكابتن ناصر عباس مره ثانيه. مستمرين لسه معاكم مع الكابتن والخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس، والاهلي يحاور الكابتن ناصر عباس. يعني سؤال في الجول اتفضل وحضرتك حريه لا اتفضل يعني الاجابه او لا، قرار خدته وحسيت ان هو غلط وما اعتذرتش؟ قرار خدته كتحكيم هقول لك على حاجه احسن من كده. طب لا قول لي دي الاول بعد كده اقول لي على الحاجه الاحسن. ده اللي جاي دي مهمه جدا مهمه جدا. اوكي. في 2005 تقريبا انت عارف ان اللي بيحكم نهائي كاس مصر شرف لاي حكم. اكيد. شرف لاي حكم أكيد. وكلما لما حد يحكم نهائي كاس مصر نتيجه ان النادي الاهلي موجود والنادي الزمالك موجود بنجيب حكام من ايه؟ من بره. من بره. الموسم ده انا كنت عامل موسم كويس جدا جدا في 2005 لدرجه ان انا كنت محكم للنادي الاهلي استاذ كليه حربيه في الاسماعيلي، حكمت الاهلي والاسماعيلي في كليه حربيه وفي نفس الاسبوع حكمت لنادي الزمالك مع الاسماعيلي في الاسماعيليه. تمام. وكان ست اللواء حرب كان رئيس الاتحاد ساعتها. عاوز اقول لك ان صعب ان الحكم يلعب مباراتين، مره للاهلي مع الاسماعيلي ومره للزمالك الاسماعيلي في نفس الاسبوع. اكيد. فكنت ماشي كويس جدا جدا وكان الكابتن محمد حافظ كان يسلك الحكام. عموما انا يمكن طلبت ان انا يعني ايه احكم نهائي كاس مصر. تمام.
والحمد لله ربنا وفقنا، واللي وصل كان نادي انبي ونادي الاتحاد السكندري. ما اعرفش حضرتك كنت انت رحت انبي؟ موجود انا كنت انبي اه، خدنا كاس مصر في اليوم ده في نهائي كاس مجدي عبد العاطي تقريبا في الشوط الثالث تقريبا. بالظبط. هقول لك على موقف صعب جدا كنت ميدو، ويمكن لحد دلوقتي انا بفتكر ازاي حصل. في اول ربع ساعه كان في فاول ناحيه المساعد رقم واحد تقريبا، انت عارف لما بيكون في فاول قريب من منطقه الجزاء بيبقى اللعيبه كلها بتبقى داخل الصندوق. فانا خدت التمركز بتاعي في الناحيه العكسيه عشان اشوف المخالفه وكده. اتعملت عرضيه يمكن كان في منطقه الجزاء تقريبا يمكن حوالي 16 لاعب. تمام. ما بين لاعب مدافع طالع ومهاجم طالع والكره عاليه. تمام. بصيت لقيت الكره في الجون. يمكن لعبت الكره على مستوى كويس جدا. انا ما شفتهاش. هل هي بالراس؟ هل هي بالايد؟ هل المهم انا ما شفتش اللعبه دي خالص. وبعدين احساسي قال ان هي مش هدف. ده الكلام دوت كان لنادي انبي وكان حسام مبروك هو اللي كان. تمام. بيلعب. تمام. حطها بايده. حطها بايديه. فانا والله والله بكلمك بامانه انا ما شفتهاش، فغير ان انا صفرت صفاره متقطعه باحساسي بقى. ورحت رايح وبديله انذار، هو قال لي لا يا كابتن لا انا لعبها بدماغي لا، المهم انا لغيت الهدف. وانا بلعب بيت الشوط كابتن ميدو انا مش مركز بقى. انا يا نهار ابيض، انا بلعب نهائي كاس مصر وانا اللي رحت وقلت عاوز العب، وبعدين طب خلي ده هدف في اربيس بقى. لا لا يا كابتن مفيش الكلام ده كابتن، هم ثلاث حكام بس اللي هم انت تشيل ليلتك. وهتكلم في موضوع الحكم ازاي بيعتمد على نفسه لما يكون مش معاه حكم اضافي. بين يعني الكلام ده في اول ربع ساعه كابتن، بقيت ال 45 دقيقه كابتن ميدو انا عمال يعني اقلم، طب انت ما شفتهاش ايه انت بتلغيها ليه؟ يعني انت ما شفتش القرار هل هي بالايد او بالدماغ؟ انت لعبت على احساسك. ده حسام قال لي جون. ده حسام مبروك انا لما رحت اديته اديله انذار طبقا للقانون. يعني هو الانذار لما بيلاعب يحاول ان هو يجيب جون بايده في محاوله خداع الحكم، انت بتدي له انذار للسوق اللي خربت. فلما رحت لحسام ممكن حتى قريب قابلت حسام فبقول له، قال لي لا لا يا كابتن اصلا مش بايديا ده بدماغ. شككني كتير جدا. لعبت بقيت ال 45 دقيقه الاولانيه بالشوط الاولاني وانا قلقان يعني جدا. يعني هدف صحيح في كاس مصر والناس قاعده في المقصوره وكده. يعني حسن حظ ان انا وانا طالع من الملعب كان المخرج صديق ليا، فسالته على طول قبل ما اخش اوضتي. يعني قلت له في لعبه انا لغيتها في الدقيقه 14. قال لي انت 10 على 10 والايد واضحه جدا والايد طالعه وانت صح. انا غريبه جدا. انا بقول حاجه مهمه جدا من خلال انا بقول الكلام ده لكابتن ميدو، بقول لجميع الحكام ما تلعبش وتصفر على حاجه انت ما شفتهاش. الله يخليك، شفت احسب، ما شفتش ما تحسبش. انما ما تلعبش على الحس بتاعك، لربما الحس بتاعك يبقى مش مظبوط وبالتالي تدي قرار مش مظبوط. دي من ضمن الحاجات اللي هي دي غريبه جدا افتكرها. غريبه جدا يعني، اعتقد انها من النوادر. وربنا كرمني حتى يمكن هو كان انبي اللي اتلغى له الهدف في الدقيقه 8 شوط ثالث تقريبا. مجدي عبد العاطي خدها من نص الملعب، اتحطت له من تحت ال قطعه 18 وخدها وفرط كده حطها جون. فانتهت المباراه كاس انبي كسب 1-0، وكان طلعت يوسف ماسك ساعتها الاتحاد طلع شكرنا وحاجه كانت جميله جدا يعني. بالظبط. كان عندك من الجرأه ان انت تعتذر عن خطأ كابتن؟ ما ينفعش حكم يعتذر عن خطأ، يعني خلينا نتكلم حتى بعد المباراه خالص. هقول لك ليه يا كابتن؟ ما انا بخطأ كل ماتش، ما هو مش هينفع ان انا بعد كل مباراه هطلع اخطأ هقول هعتذر. يبقى انما انا النهارده خلينا نتكلم امانه، الحكم ما بيخطا في لجنه الحكام بتعاقب على حسب الخطا. في خطا مؤثر في نتيجه المباراه. يعني ايه؟ انت حسبت ميدو ركله جزاء بالخطا والفرقه اتغلبت، احنا بنعتبرها ده خطا مؤثر لابد الحكم يتعاقب. احيانا الحكم بيبقى حظه حلو، الفرقه اللي هو ليها المخالفه بتكسب وبالتالي الامور بتعدي. تمام. انما انا لو النهارده لو كل مباراه هعتذر، يبقى هعتذر للنادي الاهلي في ماتش والنادي الزمالك والنادي الاسماعيلي. لا انا قصدي اخطاء مؤثره قوي. لا صح، ممنوع. ممنوع التحدث يا كابتن بوست طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي، ممنوع على الحكم ان بعد المباراه يتكلم في اي حاجه تخص الناحيه الفنيه بتاعته. دي تعليمات وممكن يتوقف لو حصل الكلام ده. تمام. تعال ندخل بقى في الجو بتاعنا. الحكم الاضافي الاول، الحكم الاضافي الثاني، شايف ان هم اضافوا فعلا في التحكيم المصري؟ تمام. ولا شايف الموضوع ازاي؟ هساعدك بس في عاوزين نعمل شوف التطوير في الاتحاد الدولي. تمام. مهم جدا يا كابتن ميدو، هقول لك على حاجه مهمه جدا. الاتحاد الدولي النهارده بيسعى بكل ما يملك من قوه من لجانه ومن فنيينه وكل الناس دي بتشتغل عشان خاطر التحكيم. يعني النهارده التحكيم الدولي بيشمل كل التحكيم في العالم. طبعا. لان يعني هو خطه الاتحاد الدولي النهارده بيعمل تطوير التحكيم على مستوى العالم، بيبعت خططه للاتحادات القاريه والاتحادات الاهليه. ولكن عاوز اقول لك على حاجه مهمه، تعال نشوف الناس دي بتشتغل ازاي يا كابتن ميدو. تعال شوف الناس بتقدم ايه للحكام عشان الساده المشاهدين يبقوا مشاركين، عشان يشوف ايه هو اللي بيتعمل وايه بيشتغل ازاي يا كابتن.
بتطرح افكار تطوير بالظبط كده، والاتحادات هي اللي بتطبقها. وايه المبالغ اللي بتتخصص للكلام دوت؟ يعني الموضوع بص، كانت النهارده بطوله من غير حكم للاسف الشديد، لو حكم النهارده التحكيم النهارده مستوى مش كويس البطوله كلها بتتاثر. عشان كده الاتحاد الدولي النهارده بكل لجانه وبمستشارينه وفنيينه بيشتغل على عامل تطوير الحكم من ناحيه البدنيه والفنيه. لو في امكانيه ونشوف في كليب كده جميل جدا هيعجبك، لو احنا حضرتكم هنا 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 كابتن ميدو هنا ده الكلاس ده ياسين بوساكا ده مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي، وقد ايه هنا الحكام قاعده في الكلاس وبتدي حاجه اسمها شرح حالات الفيديو تيست. دول حكام في العالم، دول حكام نغبه، حكام النخبة. حكام النخبه بيعرض بص هنا ده اختبار. عندنا حكام نخبه مين؟ هقول لك بس خلينا نركز ازاي قدام ميدو. يلا يلا. نشوف هو هنا في اختبار حالات الفيديو بتتعمل 20 حاله، وبيتم كل حكم قدامه اللاعب كابتن ميدو ويبتدي يعلم على مثلا هل في ركله حر ركله جزاء بيعلم ركله جزاء، في انذار بيعلم، وبعد كده بيتم عمل حاجه اسمها التحليل لكل الحالات اللي هي الحكام اخطات فيها من خلال الفيديو تيست ده بيتعمل من خلال الاوفسايد تيست. هنا تمام. شوف قد ايه الاهتمام بالقياسات للحكم. يعني نتكلم من الناحيه كمان اللي هي الناحيه الصحيه والناحيه البدنيه للحكم، وبيشوف قد ايه الحكم بيتعمل له ازاي الخدمه اللي بيها ان هو يقدر من خلالها يقدر يشتغل زيه زي اللاعب بالظبط كابتن ميدو. يعني زيه زي اللاعب، قياسات للعضله، قياسات للناحيه البدنيه والفنيه، كل الكلام دوت. هذا الكلام ده بيحصل طبعا في الاتحاد الدولي واهتمامه بالناحيه التطوير. لو هنروح بعد كده هنشوف ايه الشغل اللي بيتعمل للحكام بقى في الملعب كابتن ميدو والحكام المساعدين. يعني خلينا نمشي بقى ونشوف الشغل اللي جاي ده مهم جدا. هنا طبعا بيخشوا في حاجه اسمها الحصه البدنيه الاول، بتشتغل حصه بدني، وبعدين بتشتغل الحصه الفنيه اللي ايه؟ اللي الحاجات اللي هي بتقابلها انت في الملعب كحكم انت النهارده هو بيديها لك. هنا طبعا الناحيه البدنيه بتشتغل على زيه زي اللعيبه، بيعمل حاجه اسمها الفيتنس هنا للحكام قبل ما يبتدي يشتغل التدريبات اللي هي الفنيه. بنمشي بقى يعني نمشي كده ونشوف هنا هنا التحركات، وهنا الرشاقه ومرونه بتتاخد للحكم عشان يقدر ان هو يعمل حاجه اسمها تغيير في الجري هنا. تمام. هنا طبعا هنا في حاجه اسمها تحرك والتمركز يا ميدو، وانت عارف لو انت النهارده ما تعرفش تعمل الكلام دوت اكيد العاب كتير هتفوتك. ازاي تتحرك في الميدان، ازاي تتمركز في المكان اللي هو المناسب اللي فيه الحدث ده مهم. هنا الحكم مساعد، وازاي ان هو بيمرنه على التحركات العرضيه وضبط التسلل. ده كل الشغل شغال كان ده كابتن ميدو بيشتغل بالفيديو. تمام. يعني الحكم بيطلع هنا، بص حضرتك بيطلع الحكم بيشاور على الحاله، بيطلع يشوف نفسه هو صح ولا غلط. تمام. وهنا ان هنا الراجل المحاضر بيقول له انت مستواك كان عامل ايه في ده الكلام ده كله في الملعب. تمام. انا بمشي سريع معاك لان انا عارف الوقت برنامج قليل. تمام. ولكن عايز اقول ايه، ده شغل تدريب فني وبدني بيتم عامله الحكام هنا في مصر احنا بنعمله، ولكن احنا بنعمله هنا برضك مش بنفس التقنيه ومش بنفس الامكانيات يا كابتن ميدو اللي بتتعمل. انا مش شايف الموضوع صعب، يعني انا مش شايف. خلينا نروح ولا في حاجه صعبه ان احنا نعملها هنا؟ هقول هنجي لك حاجه مهمه جدا. اتفضل. هنا كابتن هنا مثلا الحكم اهوت بيروح في لعيبه بتبقى موجوده بتمثل الحالات التحكيميه، والحكم بيروح من زاويه هم طبعا بيقولوا له بتروح فين عشان تقدر تشوف الحدث بشكل كويس، وبالتالي هنا بيعطي الانذار وبيعطي البطاقه. ده صحيح. بالنسبه متعلق بالشغل الفني للحكم. بعد كده بيبتدي الحكم كابتن ميدو بيبتدي يشتغل حاجه اسمها الفيديو تيست. الفيديو تيست بيبقى فيه حوالي 20 حاله لكل حكم بيتم اختباره فيها، وبيتم عمل تقييم ليه، وبالتالي هنا بيصحح من الاخطاء اللي هو اخطاها في الاختبار. نفس الشيء للحكم المساعد. هنمشي شويه يا احمد كده، نمشي شويه ونشوف بقيه التقرير اللي معمول للحالات. نشوف هنا كابتن، هنا بيوريك هنا الحالات، وهنا اللي بيعرضها على الحكام كابتن ميدو. تمام. الحالات اللي هي اللي بيعرضها على الحكام شوية. وشوف هنا لمسه اليد. اصعب شيء على الحكم ان هو يحسب لمسه يد. اللمسه دي عامله مشكله للحكام بالظبط كتير بالظبط. النهارده بنقول هنا بص هنا ده تدريب للحكم المساعد، واللعيبه بتنفذ تكتيك معين، والحكم المساعد هنا بيشتغل على الاخر ثاني مدافع وهكذا. وبعدين بيجي هنا بيبردك بيجيب لك حاله فيديو للحكم وبيقول لك هنا هقف هنا هقف هنا كابتن كابتن ميدو. هنا احنا شايفين لاعب هنا في موقف تسلل اللي هو اللاعب اللبني صح. هقف هنا يا احمد بس دي واحده. في حاجه اسمها تعمد اللعب. اللعبه دي اللعبه مهمه جدا جدا، بتدل على تركيز الحكم المساعد. تمام. ازاي؟ احنا قلنا لما اللاعب يلعب
متعمد للخلف لو المهاجم في موقف تسلل الحكم يشيد باستمرار اللعب. طالما هي جايه منين؟ من الحكم من المدافع. تمام. المدافع مراجع الحارس مرمى، المهاجم كان في موقف تسلل من حقه ياخدها ويروح يجيب جول، مفيش مشكله خالص. هنا اللاعب هنا في موقف جاي من الخصم، جاي من الخصم. تمام. هنا اللاعب هنا شوف قد ايه الدقه من الحكم لما شاف ان اللي طلع هنا لعب دماغه هو اللاعب المدافع مش اللاعب المهاجم، على الرغم ان الاثنين مهاجم ومدافع قريبين من بعض، ولكن هنا الحكم مساعد سمح باستمرار اللعب، وبالتالي هنا الحكم طبعا في الكوميونيكيشن سيستم اشار باستمرار اللعب، وحاله من الحالات الصعبه جدا جدا وتم احراز منها هدف. هنا شوف اللي هنا اللي لعب اللاعب اللي هو المدافع جدا. وبالتالي خلينا نمر شويه احمد كده ونشوف امتى المهاجم، ثواني يعني خلينا احمد واقفين كده، امتى المهاجم يستفيد من التسلل بتاعه وامتى ما يستفيدش؟ برافو عليك. انا في موقف تسلل، طب لو المدافع رجع لحارس مرمى وانا في موقف تسلل من حق ان انا اخد الكره واروح اجيب جون. تمام. احيانا الحكم بيبقى مش مركز، الحكم مساعد، فبتختلط عليه الامور، فبيحس ان دي راجعه مش من المدافع، راجعه من المهاجم يعني زميله. كل الحالات اللي بترجع من المدافع، المدافع بس بيكون في تعامد لعبه ميدو. يعني ايه؟ في فرق ان ميدو النهارده بيرجع متعمد، واحيانا لما بتيجي في رجل ميدو مثلا وبتروح رايحه للاعب في موقف تسلل، لا دي بنعتبرها ارتداد، لا هنا بنصفر على اللاعب تسلل. طب ما الموقف اللي فات ده كابتن ناصر الموقف مش قاصد ان هو لا ده طالع. بص يا كابتن، هو قال لك هنا حاجه مهمه جدا. طالما انا اتحركت كمدافع وعملت التكف بتاعي وطلعت لعبت، اصل في ناس خلي بالك كتير قوي ما يعرفوش المدافع ممكن يستفيد من التسلل بتاعه حتى لو الكوره جايه من الخصم. ممكن تحسب عليه اوفسايد حتى لو جايه من الخصم. بالظبط. هقول لك هنفترض مثلا انا كمدافع واقف وبعدين الكوره جايه لي وانا بشوط، بس انا بطلعها بقى وانا واقف مكاني ما اتحركتلهاش. اللاعب المتعمد يا كابتن لازم اللاعب يروح يجري او يطلع ويلعب. في الحاله دي هو بنسميه حاجه اسمها دريبليت بلاي، ده لعب متعمد. تمام. اما لو انا واقف كمدافع والكره بتتشاط صدت في فيا انا وميدو ورايا في التسلل كمهاجم، فرحت لك انا هنا ما لعبتش لعب متعمد. انا مش كنتش اقصد نفسي. بالظبط كده. ده الفرق ما بين اللعب المتعمد واللي هي بترتد في المدافع وبتروح للمهاجم وهو في موقف. يعني مش كل الحالات اللي المدافع بيرجعها او الخصم بيرجعها مش في كل الحالات يستمر اللعب او الفريق المنافس. تمام. خلينا بقى نمر كده ويا احمد ونروح للحالات التحكيميه لو عندنا امكانيه. نشوف الحالات التحكيميه. هنا طبعا بيوريك قد ايه. بص يا كابتن هنقف في اللعبه دي يا كابتن ميدو. تمام. شايف الحكم مساعد فينا يا كابتن ميدو؟ تمام. بنقول حاجه اسمها ضبط التسلل، التمركز. شوف احنا بنقول ان الحكم مساعد بيبقى فيه مع اخر ثاني مدافع. شوف قد ايه الدقه. الحكم مساعد اللي هو مع اخر ثاني مدافع اللي هو الابيض تقريبا. وهنا اللاعب سابق تقريبا بجسم او براسه، وبالتالي هنا من خلال التدريب اللي هو بيقول لك دوت كم المساعد مساعد سواء كده مع الفرد مش مع ثاني مدافع قدر. لا يعني هو لو قلنا ايه، لو قلنا ان يعني هي عارف بيبقى نص يارده يعني احيانا. بص يا كابتن عارف يا ميدو، بص احيانا تلاقي مساعد مثلا فرق بخمسه متر. فهنا بيقول لك قد ايه دقه الحكم مساعد. تمام. في ان هو يكتشف التسلل. تمام. من خلال هذه الحاله. خلينا نمر للحالات التحكيميه يا احمد ونشوف اول حاله تحكيميه موجوده عندنا بنتكلم. خلاص احنا يعني نعدي بقى التطوير ونروح للحالات التحكيميه. يلا طيب لغايه لما يجهزوا لك احنا فين من الكلام ده؟ شو كابتن الكلام ده بيتعمل في مصر بس هقول لك بيتعمل لمين. بص يا كابتن خلينا نتكلم بوضوح. التحكيم محتاج امكانيات. كابتن ميدو محتاج امكانيات. اولا امكانيات ماديه، الحكم ياخد مستحقاته. نمره واحد. ازاي توفر للحكم في كل منطقه؟ احنا ما بنتكلمش النهارده في منطقه القاهره بس او في حكام النخبه عندنا بس. الحاجات دي صعبه. عندنا 27 منطقه يعني. بس يعني صعب. هقول لك صعبه ليه. اولا صعبه في امكانيات ماديه، صعبه في انك انت تلاقي المحاضرين اللي هم على مستوى عالي. اللي احنا بنتكلم في 27 فرع ميدو، 27 فرد اسكندريه واسوان والبحيره فانت عشان تبقى المفروض عشان تعمل تطوير في كل المناطق ديت يتعمل الكلام دوت بالشكل اللي هو بيتعمل لحكام الدوري الممتاز. نفس الشيء يتعمل لحكم الدرجه الثالثه، لان ده مهم جدا. الحكم الدرجه الثالثه اللي هو بيطلع لابد انك انت زي الناس النادي الاهلي او النادي الزمالك بيهتموا بقاعده الناشئين، لابد انك انت النهارده تعمل الكلام ده. فبيحتاج مبالغ كبيره. نتكلم على مستحقات حكام كابتن ميدو، ده مهم جدا. نتكلم كمان على رعايه الحكام. النهارده ان حكم بيطلع لا قدر الله بيحصل ليه موقف او حادثه او كده، الحاجات دي كلها بتبقى محتاجه هنتكلم عليها مخصصات ماديه. الماده بتاعت حضرتك اتفضل. هنا نشوف الحاله الاولى. بنتكلم على حاله مهمه جدا وهنعيدها اكثر من مره يا احمد بعد اذنك. بنقول ايه فايده الحكم لما بيروح يتمرن يا كابتن ميدو ويعمل حاجه اسمها التمركز والتحرك. تمام. نشوف هذا الحكم ايه اللي حصل، وده على الرغم من الحكم ده من حكام كاس العالم. شوف هنا واقف، هقف هنا بس
هو هنا وجوده في المكان ده كابتن ميدو هنا يعني خاطئ. ليه؟ احنا قلنا دايما الحكم بيعمل حاجه اسمها حصر ما بين اللعيبه، ياخدهم محصورين بين اللعيبه وبين الحكم المساعد، يعني المفروض هو يرجع ورا اللاعب اللي معاه الكوره دوت. شوف هنا الحدث اللي جاي، خلينا بقى نمشي يا احمد كده ونشوف. نمشي عادي، نمشي عادي يا احمد، نمشي عادي يا احمد. بص هو راح فين يا كابتن؟ نمشي عادي يا احمد عادي. لا من اول خالص الحته اللي هنا بقى، هنا بص الحكم ايه اللي حصل يا كابتن ميدو؟ هنا هو دخل في مسار اللاعب، دخل في الزحمه ودخل في مسار، وبالتالي حصل اللاعب انا النهارده ما انا عاوز اتحرك، وبالتالي حصل المشكله اللاعب في ان هو طبعا الحكم وقع، وهنا بنقول ده تمركز خاطئ للحكم. وده من ضمن لجنه الحكام اللي بتعمله الحكام دايما، ازاي تخلي الحكم ان هو النهارده يتحرك بشكل كويس. تمام كويس، نشوف الحاله اللي بعديها يا احمد. هنا كابتن ميدو بنتكلم على الكونتر اتاك اللي هي سرعه الحكم. شوف قد ايه الحكم عنده قراءه، وازاي عنده قراءه للعبه. شوف هو راح فين، وهو كان فين يا كابتن ميدو، وصل للمكان الصحيح، وبالتالي ما استناش بقى وقف مكانه بقى وايه وتعب ولا حاجه، ولكن في الكونتر اتاك الثاني جيري بردك يعني واخد بص 80 متر تقريبا او 65 متر ورجع تاني خد ده بنقول عليها اسمها السرعه والتمركز الصحيح والناحيه البدنيه للحكم. وقف خد نفسه والدنيا خلاص تمام، اللعب وقف، ولكن عاوز اقول لك هو خد من التلت الدفاعي للتلت الهجومي وبعدين عمل رده تاني. يعني بص هو هنا توقع، بنقول التوقع مهم جدا طبعا. يعني شوف هو السبرنت، يعني شوف الخطوه عامله ازاي، يعني ان هو بيجري مش مكسل مش بطيء مش وزنه زايد، ووصل للحدث ووصل للعبه في نفس توقيته، ابتدى يتحرك يعمل السبرنت. ده حاجه اسمها بنتكلمها، احنا بنعمل حاجه اسمها الكونتر اتاك او الارتداد السريع للحكم، وده بنقوله للحكام عشان يقدروا يتعلموا منه في المباريات. طب طالما جبنا الحكام النخبه نرحب بالكابتن جمال غندور. طبعا اتفضل، ارحب بيك. كابتن جمال برحب بيك، واهلا بيك واهلا وسهلا بيك كابتن جمال، والف الحمد لله على السلامه. كابتن ناصر منور قناه النادي الاهلي، هاتي الكابتن عبد الحميد ميدو، هاتي لكل المشاهدين، انتوا اللي منورين بصراحه. حكمنا الدولي العالمي كابتن جمال غندور منور الدنيا يا كابتن. انت اللي منور والله، وسعيد فيك وبتابعك، زي ما كنت متالق في الملعب متالق برضه. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. بنتكلم على مستوى التحكيم في مصر خاصه يا كابتن جمال، والكابتن طبعا ناصر محضر لنا حالات، وبنقارن بين الحالات اللي بره والحالات اللي عندنا. شايف مستوى التحكيم في مصر ازاي، وايه اللي ناقصه بمنتهى الصراحه؟ طيب خلينا نستخدم الارقام، اعتقد لغه الارقام عمرها ما بتنتهي. اكيد احنا عندنا دوري بنلعب، خلينا نتكلم عن الدوري الممتاز اللي هو بيتشاف، اتفضل، واللي نقدر نحكم عليه. يعني احنا ما نقدرش نحكم الا الحاجه اللي بتشوفها اكيد، الا اذا جات لنا حاجه ثانيه بالصدفه بقى، او حد بعت لنا حاجه ياخد راينا. اتفضل. بالنسبه للدوري الممتاز بتلعب في الاسبوع 9 مباريات. يمكن دوري هذا الموسم بدايته كانت من اصعب الدوريات في الخمس ست سنين الاخيره. ولكن الحقيقه برضه مش عشان قناه النادي الاهلي، مع تفوق النادي الاهلي وحسم تقريبا درع الدوري. انتزع تقريبا 50% من الضغوط. تمام، الكلام احنا قلناه، نفس الكلام اللي قاله كابتن ناصر في بدايه الحلقه. والله انا ما سمعتش، انا عارف. لا هو نفس الكلام كابتن جمال، انا قلته يعني عندك من الخبره ما يكفي ان حضرتك تقول الكلام. اكيد واحد. اكيد انا بكلمك، انا بكلمك كاني انا مسؤول عنك. اكيد. وبالتالي ابتدت من تقريبا من بدايه الاسبوع ال 20 ابتدت الامور تبقى اسهل بالنسبه للحكام. ولذلك شفنا ارتفاع في مستوى التحكيم بدءا من الاسبوع ال 20 لغايه الاسبوع الاخير. صحيح هناك بعض الاخطاء، ولكنها في نطاق المقبول، الا الاخطاء اللي احنا مثلا بنقف عندها، يعني ركله جزاء مثلا اللي اتحسبت في مباراه الداخليه مع المقاولين العرب. تمام. دي خطا كبير وله تاثير، له تاثير على نتيجه المباراه، لكن بشكل عام بمقارنه الاخطاء اللي بتحصل في عدد المباريات، مقارنه الاخطاء اللي بتحصل بقوه المباريات، انا شايف ان التحكيم الان فتره في هذه الفتره هو تحكيم جيد. تمام، حلو حلو. ينقص التحكيم؟ ينقصه كتير. ينقصه كتير كلنا. طب اهم ما ينقص، اهم ما ينقص التحكيم من وجهه نظر حضرتك كابتن؟ ينقص التحكيم الدعم. الدعم وينقسم تحتيه ثلاث حاجات. دعم مادي، دعم معنوي، حمايه. حلو قوي. ثلاث حاجات مهمين جدا. حمايه الحكام، دعم المادي، دعم المعنوي. يعني ايه حمايه الحكام؟ لابد انه فلسفه النظر الى الحكام تتغير عند المسؤولين.
اولا المسؤولين ينقسموا الى الاطراف اللي هي بتتصارع في الملعب اللي هي الانديه اصحاب المصالح ثم ايضا مسؤولين هو اتحاد كره القدم ويخش طرف معاهم مسؤولين هما اللي هما المسؤولين عن التحكيم اللي هما اعضاء رئيس واعضاء لجنه الحكام. حضرتك يعني كانك قاعد معانا من اول الحلقه. هو انت اول حلقه جمالا طبعا انا بحييك كابتن جمال على اللي انت قلته ان اللي انت حضرتك قلته احنا قلناه واحده واحده كده زي ما انت حضرتك بتقول بالظبط يعني. يعني احنا انا سالت الكابتن ناصر يا كابتن جمال قلت له ايه اللي بيخلي شخصيه الحكم مهزوزه او ايه اللي بيأثر سلبا في الحكم؟ هل هو الجمهور؟ هل هو تقارب النقاط بين الفرق المنافسه؟ هل هي شخصيه الحكم ولا هل هو الاهم من وجهه نظر انا الداعم المعنوي للحكم اللي هو لجنه التحكيم؟ نمرة واحد. المسؤولين عن الكورة في مصر. والنهاردة احنا عندنا حاجة مكسب كبير جدا حقيقة. مصر بيتفق معايا في ده. انه المسؤول عن التحكيم هو عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة كابتن اسامة عبد الفتاح. جميل. وبالتالي لديه من القوة ولديه من السلطة انه هو يستطيع انه يتعامل وهو مسؤول عن التحكيم بشكل أفضل من أي رئيس لجنة سبق مهما كان اسمه ومهما كانت مكانته. ليه؟ لأنه هو صاحب القرار. هو بيتخذ القرار، هو بيقعد على الترابيزه. هو ما بيطلبش، هو بياخد قراره بنفسه. تمام. وبالتالي انا شايف انه التحكيم ان شاء الله مع الدعم المادي، الدعم الادبي والمعنوي ومع الحمايه وحط 100 خط تحت الحمايه. انا ما اتفق معاك تماما. الدنيا هاديه دلوقتي. اتفق معاك مليون في الميه. بالظبط. الامور محسومه. الحكم لو ظهره قوي مش هيخاف من اي حاجه ولا لا. هو كمان الكابتن جمال بيتكلم في حاجه مهمه كابتن بسوني بيتكلم على المسابقه والنادي الاهلي النهارده فارق. خلي بالك هتفرق لما النادي الاهلي والنادي الزمالك والنادي الاسماعيلي كله يبقى قريب من بعضيه. اكيد هنا الامور صعبه شويه. فانا عايز اقول لك انه ينقص كمان التحكيم انه الناس اللي بتتعامل مع الحكم او مع التحكيم بشكل عام لابد ان هم يعرفوا انه مكانه التحكيم عاليه جدا. عاليه جدا. كل مكان في العالم عاليه جدا. لا يمكن ان تقام اي مسابقات بدون حكام. هنرجع تاني لكلام حضرتك اللي هي الحمايه هي اللي تخلي اي حد يخاف يقرب من الحكم. طبعا. 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 انت بتشوف الحكم احنا بنتفرج. احنا زي ساعات بنجيب مقارنات وبنقول انه تحكيمنا بخير فلما بيجيب اخطاء كبيره بتحصل مثلا في الدوري الاوروبي. لكن خلينا كمان ناخد حاجه مهمه ليه ما بناخدش بالنا منها؟ شوف الناس بتتعامل ازاي مع الحكم. بالظبط بالظبط بالظبط. شوف قدسيه الحكم من النجوم الكبار. بالظبط. لا كريستيانو رونالدو ولا ميسي ولا اي حد يقدر يهوب ناحيه الحكم برغم ان بتبقى اخطاء فادحه من الحكم. اللي بيعمل تشويحه للحكم اعتقد شفنا كريستيانو اخذ 6 مباريات كان في 4 مباريات بالظبط احنا زعلانين عليه هنا. لا ما نزعلش لانه الناس دي بتعمل الحكام بتحطهم في مكانته. ليه بيعملوا كده؟ هم مش غلط، هم اللي صح. انت تقول لي واحد غلطان وبيغلط ومستواه سيء وانا احترمه واقدره. احترمه وقدره لانه النهارده غلط، لكن تحترمه وتقدره عشان بكره ما يغلطش. أكيد. عشان بكره لما ينزل يحس بمكانته وقيمته فبالتالي ما يخافش انه يغلط فمش هيغلط. اكيد يا كابتن. طول ما هو خايف انه يغلط فالاخطاء. اكيد. كابتن جمال اسال حضرتك سؤال برضو في الكلام اللي بنتكلم فيه، هل العوامل السلبيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي مستحيله ان احنا نعملها ولا الموضوع سهل وبسيط؟ احنا ناقصنا ايه؟ مش عارف. مش موجوده. ما انا بتكلم في كده. الكره المصريه كابتن ميدو النهارده بتجيب فلوس كبيره كتير جدا. بالظبط. الكرة المصرية النهاردة بتتباع بمبالغ كبيرة جدا. بالظبط. أنا بتكلم في كده والله. بلاش كده. التحكيم الحكام نفسهم بتستخدم فانيلاتهم في الإعلان وفي الرعاية. يعني هم كمان يقدروا يجيبوا لنفسهم فلوس. طبعا. من غير شك احنا الدعم المادي أعتقد إن احنا مش ناقصنا حاجة. الدعم المعنوي لابد إن الفلسفة تتغير، لابد إن الناس تعرف إنه الحكام ليهم مكانة. ما يصحش ان احنا نوصل لهم او نبعد عنهم، مش نوصل لهم يعني هم الحكم وهو لابس لبس، يعني هو لابس لبس التحكيم في الملعب. يعني ال 90 دقيقة وقبليها وبعديها. لكن انا بعد كده بدل بني ادم عادي. انا شكل زي اي حد، بالعكس احنا كلنا بنعترف وبنقر ان نجوم كرة القدم هم اللاعبون. هم اللي بيمتعونا. اكيد. هم اللي بيوصلوا المتعة لجماهير كرة القدم، هم اللي بيوصلوا بلادهم للمونديالات ونقعد نفتخر فيهم. زي ما احنا كلنا كده، وما اعرفش كنت موجود يا كابتن نظره ولا ما كنا في ماتش كونغو
عمالين في الملعب نتنطط ونعيط ونزعق ونتبهدل. ليه؟ لان احنا هي دي متعه كره القدم. لكن بدون الحكام كل هذه الحفله هتبقى ممكن. كابتن جمال، يعني كابتن جهاد جريش شايفه ازاي؟ جهاد جريش ان شاء الله ان شاء الله عنده فرصه كبيره يكون موجود في كاس العالم القادمه كحكم. خلي بالك الحسم لم ينتهي حتى الان بين مين هيكون حكم في الملعب ومين هيكون حكم في الملعب. انا طرحت على حضرتك السؤال مفتوح عشان حضرتك تجاوب زي ما انت عايز. اتفضل. انا بس بشرح لك القصه. اتفضل. منافسه التحكيم الافريقي مستوى ارتفع، عايزين نحط راسنا في الرمل. التحكيم الافريقي مستوى ارتفع، احنا في اوقات كتير ويمكن الكابتن ناصر عارف كده، يعني مثلا في كاس العالم 2002 كان في اربع حكام افارقه في البطوله، كان منهم اربعه من شمال افريقيا، مصر وتونس والمغرب. شمال افريقيا اللي احنا ست دول او سبع دول، القاره الافريقيه 54 دوله، كان اربعه من ثلاثه من اربعه. النهارده لا، النهارده في حكام من افريقيا الوسطى وافريقيا الغربيه مستواهم عالي جدا، تطوروا بشكل كبير، وبالتالي المنافسه اصبحت منافسه حقيقيه وموجوده. هناك ايضا منافسه كبيره قادمه من دول شمال افريقيا، هم بيستعدوا كويس، طلعوا حكام صغيرين قوي. طب بخبراتك يا كابتن جمال، بخبراتك شايف جهاد جريشه هيبقى دوره ايه في كاس العالم؟ لا انا شايف ان شاء الله انه هيكون حكم ساحه، حكم اساسي، هيصفر يعني ان شاء الله. انا بتمنى له ان هو ما يبقاش مجرد تمثيل، انا عايزه يكون موجود، بيقول انا موجود، موجود بشكل فعلي. تمام. خلي بالك احنا الفتره اللي فاتت وده مش ده برضه ارقام، احنا تواجدنا في البطولات الافريقيه وفي النهائيات يكاد يكون تواجد شرفي. بالظبط، دي حقيقه. حتى مع وجود جهاد للاسف دي حقيقه. بين النهائيات، بين السيمي فاينال بتاع البطولات الكبيره، بين النهائيات الانديه الافريقيه، النهائيات، وبعدين احنا بقى لنا فتره احنا لما بيوصل النادي الاهلي او النادي الزمالك او الانديه المصريه للنهائيات بيبقى عندنا عذر، لكن احنا بقى لنا فتره ما وصلتش الانديه الكبيره، وفي نفس الوقت حكامنا ما خدوش النهائيات ديت. البطولات حتى اللي راحوها حكام المصريين، يعني مباراه واحده، مباراه في الدور الاول، مش عارف ثالث ورابع، لكن فين بقى احنا، فين بقى السيمي فاينل والفاينل؟ مفيش التمثيل اللي يستحقه الحكام المصريين. لا مش موجود بشكل كبير، لكن ان شاء الله بنامل انه الجهاد ان شاء الله يوفق في انه يتم اختياره بعد المعسكر بتاع الامارات اللي هم موجودين، هيبقوا موجودين فيه بكره تقريبا. بعد هذا المعسكر هيبقى في الاختيار النهائي ان شاء الله، نتمنى ان هو يكون موجود. نتمنى كمان ان احنا نرتقي بحكامنا، نستفيد من كل الخبرات اللي موجوده. التحكيم مش بتاع حد، التحكيم بتاع الكل. أكيد. كل واحد عنده ما يقدمه للتحكيم لابد ان هو يقدمه. أكيد. اعتقد ان احنا في فتره هدوء الفتره ديت، مفيش خلافات، مفيش مشاكل، ولكن نتمنى ان شاء الله ان ده يستمر والجو يستمر، ونتمنى ان احنا الجميع يساهم في انه يرتقي بالتحكيم. اكيد يا كابتن مونديال الكبير الكابتن جمال غندور، اتشرفت بمداخلتك الجميله جدا، شكرا جدا لحضرتك. اتكلم في السياق العام. بالظبط. يعني هو حتى لو احنا متفقين انا واحنا جايين انا وكابتن جمال مش هيطلع يقول الكلام ده. الحمد لله انا سعيد جدا ان احنا يمكن نفس الفكر، نفس الرؤيه، نفس الكلام كابتن ميدو اللي هو قاله كابتن جمال، يمكن انا قلته في بدايه الحلقه. دعم المسانده مهمه جدا جدا من اتحاد الكوره، الدعم المادي والدعم الادبي. الدعم المادي مهم جدا. في كمان امكانيات بتدخل وفيها. بالظبط كده جدا. عاوز اقول حاجه كابتن، النهارده بسم الله ما شاء الله، النهارده الرعاه والدنيا بسم الله ما شاء الله مظبطه. لا خلينا نبص زي ما شفنا الاتحاد الدولي بيعمل يا كابتن ميدو. الاتحاد الدولي النهارده هقول لك على حاجه مهمه جدا من ضمن كمان الجديد في التحكيم. النهارده حاجه مهمه جدا، النهارده مش بس الحكم بيروح بس عشان خاطر يقولوا له انت بتحكم هنا الحاله دي صح او غلط، لا. النهارده الحكم بيجيبوا له كمان اكبر المدربين على مستوى العالم، بيدرس له ازاي يعرفوا طرق لعب واساليب الفريقين. يعني ازاي انت كحكم بتبني استراتيجيه على طرق اللعب. يعني النادي الاهلي النهارده مثلا بيحضر ومثلا بيروح ناحيه اليمين، بيعمل الفاست بريك ناحيه الشمال. انت بتعمل دراسه للحكم يعرف الكلام ده، لان من خلال لما هو بيعرف الكلام ده كابتن ميدو بيقدر ان هو يتحرك في الملعب بناء على طرق اللعب. فالنهارده المدربين النهارده الكبار بيروحوا يحاضروا الحكام، مش بس المحاضرين الحكام اللي بيحاضروا الحكام، لا ده المدربين اللي هم الكبار في على المستوى العالمي. انت عارف الاتحاد الدولي في اكتر من لجنه فنيه، في مدربين، في حكام، في اكتر من لجنه.
فبيجي المدرب الكبير بيحضر الحكام على ازاي انك انت يبقى عندك الرؤيه والقراءه انك انت تدرس لعب الفريقين عشان تقدر من خلالها تقدر يبقى في تحرك صحيح وتمركز صحيح، تقدر تروح للحاله ويبقى عندك زاويه رؤيه كويسه. الكلام ده كله بيتعمل وفيه جهد وفيه حاجات كتير. لو قعدنا نتكلم ازاي التطوير بيتعمل وازاي المسانده قدام الاتحاد الدولي بيعملها الحكام والاتحادات القاريه احيانا، النهارده الاتحاد الاوروبي عامل حاجات جميله جدا 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 لحكام اوروبا. بنامل ان احنا الكلام ده هو الاتحاد المصري فيه رعاه وفيه مبالغ كتيره بتخش، يا ريت ان احنا نهتم بمستحقات الحكام زي الحكام، التامين على الحكام ازاي النهارده ان انا اوفر معسكر بشكل واسع جدا للحكم في كل حته. يعني في الصعيد ابدا من الصعيد كده، عندنا يمكن تلتين الفروع في الصعيد كانت من اول بني سويف النهارده لحد اسوان، المناطق دي كلها محتاجه حد الناس تروح هناك تشتغل. ما فكرش الاتحاد المصري ان هو يعمل رعاه خصيصا للحكام؟ هو الموضوع ده صعب. ما هو النهارده انت بتتكلم في الرعاه الاساسيين اللي هو واخدين الدوري، فبالتالي هو واخدين كل حاجه. انما النهارده بنتكلم في الدوري يعني الايطالي يعني عنده النهارده الرعاه اللي واخدين التحكيم فعلا؟ يعني بياخد بياخد لا بياخد الدوري الايطالي فيه اعلان على اكتر من اعلان على التيشيرت، وبالتالي الحكام بتستفيد. الحكم بيبقى متواجد بفتره كبيره جدا على الشاشه بالظبط كده. دي 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 كتير ناس ممكن تخش في الموضوع دوت وسهل جدا جدا، لكن احنا بنتكلم في ان الاتحاد هنا بيبقى راعي رسمي واخد كل حاجه بما فيها الحكام. تمام كابتن نصر، تقنيه الفيديو شفنا تقنيه الفيديو طلعت بشكل سيء جدا جدا للاسف. تمام. وبعدين قالوا احنا بنخاطب الاتحاد الدولي عشان يسمح لنا نستخدم تقنيه الفيديو، وبعدين موضوع سكتم بكتم مش عارف ايه اللي كابتن حصل. احنا بنقول تقنيه الفيديو هو تم اعتبارها على سبيل التجارب كابتن ميدو بسرعه كده نتكلم فيها في 2016، وهي على مدار سنتين تحت التجربه، وبنتكلم في حاجه مهمه جدا كمان هي طبقت في بطوله اوروبا. هقول لك على حاجه بس انت ايه وحاسبك انت بقى اللي عمل تقنيه الفيديو في بطوله اوروبا كابتن هي شركه فرنسيه متخصصه في تقنيه الفيديو. كانت بتعرض البطوله ب 26 كاميرا في الملعب. 26 كاميرا داخل الملاعب اللي هي اي ملعب فيه مباراه 26 كاميرا، خلي بالك مش كاميرتين ولا ثلاثه ولا اربعه. دي اول حاجه بنتكلم فيها. نمره اثنين الكابينه بتاعه الحكام الفيديو بقى كابتن، مش حكم واحد بقى قاعد في الخلا ولا جايب كرسي ولا جايب شاشه تلفزيون بيتفرج، لا كابينه داخل الاستاد من تحت فيها ثلاثه تقنيين، التقنيين دولت ما لهمش علاقه بالحكام الفيديو خالص، وحكمين فيديو قاعدين. يبقى في خمسه قاعدين في الكابينه. مين اللي بيعيد الحالات؟ هم اللي بيعيد الحالات للحكام الفيديو التقنيين اللي جوه. تمام. مش بيستنى بقى عادة المخرج لما المخرج يعيد، لا ممكن المخرج منفصلة. خالص. ليه؟ لان القرار بيتاخد في اكتر في اقل من ثانيه، فبيقول له عيد لي، فالتقني قاعد فبيعيد له من اكتر من زاويه. لان حضرتك بص مثلا بتلاقي حوالي 8 شاشات، وبالتالي لما بيحصل فيه مخالفه والحكم الفيديو بيشوفها بيتكلم في الكونكشن سيستم مع الحكم بسرعه بيقدر ان هو يتصرف. دي يعني عاوز اقول هنا بيتكلف مبالغ كبيره. قتلت متعه الكره شويه يا كابتن نظرك؟ هي قتلت مفيش شك، لانك انت لما توقف النهارده يا ميدو حراره المباراه والفرقه بتبقى ضاغطه وفرقه بتبقى مركزه، وفجاه تلاقي الدنيا راحت واقفه والحكم راح وقف وراح رايح هناك وباصص ورجع بتاخد مثلا. يمكن انا تابعت بطوله اوروبا في حاله وصلت كابتن ميدو دقيقتين و10 ثواني، لما توقف المباراه دقيقتين و10 ثواني الحكم يروح يعني هي بتبقى صعبه، ولكن في نفس الوقت هي بتدي الحق. يعني ايه يعني مثلا لما يكون في هدف، يعني الكره باخطائها ممتعه ولا الكره بالحق اللي فيها ممتعه؟ انا لو تسالني انا لا، خلي الدنيا يعني انا مش عارف تكون فيديو خالص، وخلينا لان اخطاء هتبقى موجوده برضك. ومع ذلك في بطوله اوروبا حصل اخطاء تحكيميه كثيره مع وجود تقنيه الفيديو، يعني مش لا في حصلت اخطاء، لان هنا القرار بيرجع للحاكم. يعني ميدو حكم مباراه، انت النهارده ميدو حكم مباراه، خلي بالك الحكم فيديو لما بيقول لك مثلا ان في ركله جزاء، لا انا مش من حقك انك انت تديني القرار، انا اخد القرار برضه. يعني انت بتديني الاستشاره وانا برجع اشوف الحاله. يعني انا الحكم الوحيد اللي ليه قرار النهائي. بس كده خلاص هو كده خرج عن السيطره على نفسه اساسا. يعني انا خدت قرار ان الكره مش ضربه جزاء وهم قالوا لي لا في الفيديو الكره ضربه، لو انا حتى جزاء. قلت لا مش ضربه جزاء انا كده هظهر ان انا لا حاجة. هو هنا بيحصل كده يا كابتن، انت في الاول وفي الاخر بتروح تشوف الحكم وتقرر، وقرار ليك خلي بالك، والقرار بيرجع لك ليك انت كحكم. لان كل اراء هؤلاء سواء كان حكم مساعد او الاضافي او الحكم الفيديو، ده راي استشاري وليس راي ملزم بيه كحكم. حكم القرار النهائي بيرجع ليه الحكم مباراه. ولكن عاوز اقول ان تقنيه الفيديو صعب ان هي يعني خلينا نتكلم صعب هنا، ولكن خلينا نروح للحكم الاضافي كابتن. هي دي اللي احنا ممكن نقدر لو اشتغلنا بيها بشكل جدي، وازاي قدرنا نوصل للحكم واجباته الاصليه هي، ممكن نقدر نستفيد من الحكم الاضافي. تمام. يعني اخر سؤال
ممكن تقول لي الحكم اللي انت شايفه ليه شخصيه، حكم اللي هو ممكن يبقى حكم جامد جدا في مصر ولا صعب؟ ما هو حبايبي، ولكن عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا. انا دايما بفصل من حبيبي. لا طبعا، لا طبعا، انا عاوز اقول عندنا طبعا النهارده هقول لك على مفارقه غريبه جدا. محمود عاشور ومحمد الحنفي خلاص هنتكلم، يمكن هم خرجوا خارج القائمه الدوليه. تمام. افضل موسم لعاشور والحنفي هذا الموسم كابتن ميدو هذا الموسم. يعني هم النهارده احسن بكتير ما هم كانوا في القايمه. لا، في النهارده عندنا حكام كويسه جدا، في ابراهيم، في البنا، في صباحي، في عاشور، في امين عمر، يعني مش عاوز انسى يا جماعه، خلاص مش عاوز انسى حد، في يعني الحكام كله، في ايمن دجيش، مساعدين سمير جمال. لا، حكامنا النهارده ماشيين بشكل كويس جدا، زي ما قال كابتن جمال بتفق معاه، الدعم والمسانده مهمه جدا لكابتن ميدو الفتره الجايه، والدعم المعنوي كمان. انا بتفق معاك وبتفق مع كابتن جمال برضه، انت نورتني وشرفتنا كابتن ناصر. الله يخليك، ان شاء الله نعمل حلقه برضه قريبه، نبقى متابعين تحكيم تطوره حتى بره. انا بحييك طبعا الحلقه، وعلى الرغم ان احنا كان في بعض الكليبات لسه ما شفناهاش، ولكن انا بحييك طبعا على ادارتك للحلقه، وبحيي طبعا فريق العمل الكبار اللي النهارده كان موجود. ربنا يخليك، بالتوفيق طبعا للقناه واسره القناه كلها. ربنا يخليك كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، شكرا جدا لحضرتك. شكرا. دي كانت اولى فقراتنا مع الكابتن والخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق اللي نورني النهارده وشرفني في قناه الاهلي الكابتن ناصر عباس. فاصل عشان نستقبل النجم الكبير الكابتن احمد جوال، احمد بلال، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، انضم لي النجم الكبير احمد اجوال، النجم اللي اقنع الناس كلها بموهبته، كان متفرد قوي في اهدافه، نادر قوي انك تلاقي لعيب هداف وحريف في نفس الوقت. نورتنا وشرفتنا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن ميدو، وحشني جدا. وانت كمان اكيد وحش كل الاهلاويه كمان. ربنا يخليك يا رب. عامل ايه؟ الحمد لله. كنت متاخر ليه؟ انا متاخر، مواعيدي شرب. بجد؟ طبعا. طب انا مش هتكلم، خلينا نمشي الحلقه رسم بعد كده نتكلم. نور الدنيا. ربنا يخليك يا رب. طبعا وحشها احمد بلال وجواله واهدافه، يعني كانت حاجه جميله جدا. قول لي انت فين وطمن الناس عليك. والله طبعا يعني انا طبعا جمهور الاهلي كله وحشني، وعايز يعني ابارك لهم مقدما على ان شاء الله على الدوري العام. السنه دي بطوله رائعه جدا، كابتن حسام البدري عامل بطوله هايله جدا السنه دي، ارقام قياسيه بيحققها النادي الاهلي كالعاده، يعني معروف لا ينقصنا الا البطوله الافريقيه ان شاء الله للاهلي. انا شايف ان هو بالامكانيات اللي موجوده باللعيبه بتاعته ان شاء الله بيسعوا اليها بشكل كويس. جمهور النادي الاهلي ده يعني هو ده اللي عايشين بحسه، يعني هو وده اللي عايشين بيه. ياما كتير جدا فرحنا واسعدنا بوجوده جنبنا، يعني وهتافاته لينا ومؤازرته لينا دايما عمرنا ما هننساه طبعا، وانا موجود وبشارك الناس يعني على السوشيال ميديا وفي الشارع وفي كل مكان. كتير طبعا طبعا، الحمد لله رب العالمين. يعني يمكن انت خد بالك سعادتك انت من سعاده الجمهور، يعني دايما سعاده اللعيب من سعاده الجمهور نفسه. لما انت بتحس انك بتعمل حاجه حلوه والجمهور بيفرح بيها، انت رد فعلك انت نفسه بيبقى فرحه وسعاده كبيره جدا جدا. لان انت خد بالك يعني انت كلاعب كوره لو ما حسيتش الفرحه في عيون الجمهور، وحسيت ان هم مبسوطين بيك، وحسيت ان هم بيحبوك، مهما عملت مش هتحس ان انت مبسوط. مهما عملت مش هتحس ان انت سعيد. يعني في لعيبه كتيره جدا عدت ومرت ما علمتش مع الجمهور، او ما كانش الجمهور مثلا بيحبها قوي، فتحس ان هم يعني راحوا زي ما جم، يعني كان استمروا مسيره كبيره جدا. ومع ذلك عدم حب الجمهور وارتباطه بيهم، خد بالك وارتباط الجمهور باللعيبه دي يعني خلت عندهم ان هم الحته بتاعت ان هم مش يعني مش نجوم، فاهم؟ النجم دايما هو اللعيب اللي محبوب من خلال الجمهور. بالظبط بالظبط، دي حاجه من عند ربنا. طبعا 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 طبعا، القبول ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. تعال اخدك لو ليه ازارو على طول. ازارو؟ ماشي. شايف ازارو ازاي؟ والله بص، من البدايه انا قلت ازارو لعيب كويس. يعني من اول ما جه النادي الاهلي بتحرك كويس، قوي، سرعه. خد بالك اللعيبه ما فيش لعيب مكتمل، يعني ما فيش لعيب بيرفكت يعني، الا اذا كان يعني احسن لعيب في العالم ميسي او كريستيانو، هم دول اللي ممكن يكون الاثنين يعني شبه مكتملين، وكمان مش مكتملين قوي يعني. يعني ميسي عنده حاجات، كريستيانو ما عندوش نفس الحاجات بتاعت ميسي يعني. ولكن خلينا نتكلم عن الموهبه نفسها بتاعت وليد ازارو. لعيب صغير في السن، عنده 20 او 21 سنه تقريبا، عنده سرعه، عنده قوه، عنده لياقه بدنيه عاليه، لعيب مجتهد في الملعب، لعيب بيعرف برضه بيعرف يصنع هدف،
لعيب بيلعب لعب جماعي مع زمايله، المهارات الفرديه العاليه يعني ما عندوش واحده ضد واحد ما بيعرفش يعملها، لكن عنده حاجات تانية تغطي الكلام ده بكتير جدا. تمام. يعني هو تحركاته كمان ايجابيه جوه ال 18، ضغطه على الخصم في كل مكان، كمان عمل توليفه حلوه قوي وعمل انسجام حلو قوي مع عبد الله السعيد وجونيور اجاييه، وده اللي مخلي كمان الشكل بتاع النادي الاهلي الهجومي متميز جدا. تمام. لما خد الثقه مع النادي الاهلي ابتدى يسجل اهداف النهارده باهداف دوري 16 هدف في الدوري العام بره 16 هدف. خد بالك اللعيب لما بيكتسب الثقه مباراه في الثانيه، يعني وليد ازار لما ابتدى في البدايه بيضيع اهداف وبيسجل، بص احنا دايما في القاعده بتاعت المهاجمين بنقول ايه؟ طول ما انت بتضيع هتجيب. بالظبط. خد بالك على عكس ما الناس بتقول، يعني اللي بيضيع بيجيب لانه بيروح لجول. بالظبط. فوارد جدا جدا بعد ما تضيع فرص كتير انك انت هتسجل اهداف، ده طبيعي في كره القدم. ده كلام يعني كلام الهدافين الكبار يا جماعه. اه طبعا. يعني الكلام اللي احنا قلناه في الاول مع بعض. خد بالك انت ما هو لازم يجي لك وقت انت فيه بتوصل وما بتجيبش، وقت هتوصل وتجيب، وقت بتوصل وبتجيب وما بتجيبش، يعني الاثنين مع بعض 50-50%. لما توصل كتير. بس خد بالك الهداف لعيب الهداف، يعني احنا دايما بقول ايه؟ الفرقه اللي ما بتلعبش على الجون ما بتسجلش اهداف، هو ده طبيعه كره القدم. النهارده برضو اللعيب الفرود اللي ما بيلعبش على الجون، اللي ما بيضيعش اجوان، اللي ما بيروحش للجون مره واثنين وثلاثه ما بيسجلش اهداف. طب انا اسالك سؤال في الحته دي تحديدا، في مدربين يقول لك ايه؟ لا انا عايز واحد يجيب لي جول، يعني واحد يقعد طول الماتش مش موجود اساسا ملوش تواجد وتجي له واحده يحطها. حلو. وفي مدربين يقول لك لا انا طالما الفرود بيروح اكيد هجيبه، ده انت شايفه ازاي قبل ما اقول؟ لا انا شايف ان الفرود اللي ما بيروحش على الجول ما عندوش الامكانيه ان هو يسجل هدف. ده من وجهه نظري الشخصيه. يعني انا مثلا كنت بلعب بروح 3-4 مرات بجيب جول. خد بقى ماشي. هو النهارده وليد ازارو في الاول كان بيروح 4-5 مرات ما بيسجلش، لكن بيروح. لما تيجي تحسب كده هو بيعمل ايه؟ لا لعب مره واثنين وثلاثه على الجول. فبعد كده لما الثقه جت، لما الاندماج حصل ما بينه وما بين اللعيبه، لما حفظ تحركات اللعيبه اللي معاه، عبد الله السعيد واجاييه ووليد سليمان، خلاص اوتوماتيكلي خلاص ابتدى، خلاص وهو عارف طريق الجول ابتدى يسجل اهداف. بالزبط. خد بالك في اكتر من كوره ما كانش بيسجلها عدم ثقه بس. بالظبط. عدم ثقه. يعني انا النهارده لما اروح مره على الجول، انا كفرويد النهارده لما اروح مره على الجول واحط كوره اضيعها، وتاني مره احط كوره بنفس الطريقه واضيعها، دي ما بتبقاش لعيب وحش، بتبقى عدم ثقه شويه. تبقى عدم ثقه، لسه ما خدتش الثقه، لسه ما خدتش وضعي في الفريق، لسه ما خدتش الانسجام بتاعي مع اللعيبه اللي موجوده، لكن لما انسجم مع الفرقه بشكل كويس. النهارده عايز افكرك بالاهداف بتاعت الاتحاد السكندري. يعني وليد ازار والتحرك بتاعه في الجول بتاع عبد الله السعيد، تحرك رائع جدا جدا، خد الستوبر معاه وقطع بيه على القريبه وفضل مساحه لجونيور لعبد الله لجونيور جاي ان هو يسجل الهدف اللي كان الهدف الثاني، كان متواجد في الثلاث اهداف بالظبط في النهار، وجاب الجول الاول طبعا جابه حلو جدا. فالنهارده انت مش بس بقيت بتسجل هدف، لا انت كمان بقيت بتصنع هدف، بتصنع هدف بتحرك. تمام. يعني كم مره هداف الدوري يا كابتن احمد؟ انا مره هداف دوري عام ومرتين ثاني واحد. ثاني واحد. كان هداف الدوري بكم هدف؟ انا كنت هداف دوري 19 جول 19 مع النادي الاهلي. كنت تاني هداف دوري ب 16، وبعد كده مره هداف دوري 15 14. شايف ازارو ممكن يجيب كم هدف؟ والله بص على حسب كابتن حسام البدري متبقيه، لا على حسب برضه كابتن حسام البدري ونسبه المشاركه بتاعته. النهارده مثلا ازارو عنده 16 جول متبقي عدد لا باس به من المباريات. النهارده لو لعب كل المباريات اللي جايه ممكن يعدي ال 20 هدف. يعني سهل جدا جدا يعدي ال 20 هدف مع الشغل اللي بالتكتيك اللي بتعمل، الشغل الهجومي الرائع جدا، لا ممكن يعدي ال 20 هدف مستريح. تمام. قول لي بقى انت اهم هدف في حياتك كان ايه؟ والله انا عندي اهداف كتير الحمد لله في حياتي. اهم هدف انت كنت فرحان بيه قوي؟ هدف كلنا كنا بنجيب اهداف. اول هدف سجلته مع النادي الاهلي ده كان اهم هدف بالنسبه لي. عايز اقول لك الجول ده التوقيت بتاعه كان بالنسبه لي مختلف تماما. يعني كنا شايف هم بيعرضوا لك الاهداف الاهداف بتاعت المقاولين العرب. تمام. بص انا كنت اول هدف بالنسبه لي كان مع النادي الاهلي في شوتنج ستارز. كنا متعادلين 2-2 وسجلت الهدف في بطوله افريقيا. تمام. الهدف ده عايز اقول لك يعني انا رحت بطوله افريقيا مع مستر تسوبل وكان معانا كابتن حسام حسن موجود كراس حرب اساسي، وكانت بقى الخناقه احمد بلال لسه طالع ولابس رقم 9. انت كان الاول الفكره بتاعت رقم 9 كان الاول بطوله افريقيا بتتحط من رقم 1 ل 18. تمام. ما كانش بقى زي دلوقتي اللي عايز يلبس 25 و30 والحاجات اللي زي كده، لا هو من 1 ل 18. فانت فرويد، علاء ابراهيم كان عنده رقم، وعلي ماهر كان عنده رقم، وفاروق كان عنده رقم، وانا في يعني انا اللي طالع جديد بالنسبه لي. تمام. فرقم 9 وخناقه، وكابتن حسام انت عارف بيزعل وبتاع. حسام كان كام؟
حسام حسن كان موجود رقم 9 في لبس 9 في النادي الاهلي وكان هو هداف النادي الاهلي طبعا ساعتها يعني. فطبعا وانا موجود هلعب كابتن حسام بره ال 18 وعايز اقول لك بقى قمه يعني عارف وسابك تلعب عادي. انا ليا ذكرى معاه كمان حلوه في ماتش الاهلي والزمالك 2-1. طبعا عايز اقول لك وانت بتلعب ست فراوده كان موجود حسام كابتن حسام حسن كان موجود علاء ابراهيم كان موجود علي ماهر كان موجود وليد صلاح الدين كان موجود احمد صلاح حسني كان موجود محمد فاروق كان بقى يعني انت وانت طالع بقى يعني لعيب ناشئ كان عندي 18 سنه وشويه وطالع مع النادي الاهلي وهلعب مباراه فكان كانت مباراه صعبه جدا عشان كده الهدف ده انا بحبه يعني. طيب احنا طالما بنتكلم على هدافين ناخد كابتن مجدي عبد العاطي المدرب العام للانتاج الحربي. كابتن مجدي اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن حمود. كابتن احمد بلال انت نايم ولا ايه يا مجدي؟ في ايه؟ نايم حضرتك نايم؟ كنت نايم والله كنت نايم والله يا كابتن حمود بس قابلت كابتن حمود على التليفون قمت اتفزعت يعني ما قدرتش ما انا عمال اقول هداف اتعديت من كابتن مختار يا كابتن مجدي. لا 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 ده انا خايف على كابتن مختار منه والله. كابتن مختار بينام الساعه 9 انا خايف. لا ده مجدي هيصحى اقول ولا عادي ولا ايه؟ ولا هو مجدي نام اصلا وهيبتدي يصحى. مجدي ابتدى يصحى دلوقتي يعني مجدي هيبدا حياته دلوقتي انا حافظه ودول ساعتين يعني هنحاول نكون ملتزمين يا كابتن عشان الهوا بس. احنا بنتكلم على هدافين واتكلمنا من فتره كده من شويه مع كابتن ناصر عباس عن هدفك مع انبي هدف كاس مصر في الاتحاد السكندري. اعتقد ان ده كان اهم هدف في حياتك. دي حقيقه فعلا انت عارف يا كابتن حميد ده كان اول بطوله بالنسبه لنا في انبي والجيل بتاعنا كله فالواحد فعلا بعتبره بالنسبه لي كان اهم هدف في حياتي يعني. معاك كابتن بلال طبعا اتمسكت عليه يعني بلال خلينا برضو مع بعض سنه كده كامله فضلنا نجري ورا بعض في التهديف صح بس انت اتعورت في الموسم ده صح يعني كان مجدي كنت انا وهو بنلعب يعني عارف 6 وانا 5 انا 7 وهو 6 كانت الدنيا ماشيه زي بعضها في الموسم اللي انا خدت هداف بس هو مجدي يعني ما حصلش نصيبه كامل الموسم كان البطل فعلا في الموسم ده. ما انا كنت سايبه بمزاجي خلي بالك. ايه؟ انا كنت سايبه بمزاجي. هو عبد الحميد برضه اللي كان بيخلص عليا. طبعا انا ولا عمرو زكي؟ وسيد عبد الحميد. لا عمرو زكي كان اقوى واحد فينا. ده حقيقي. كابتن مجدي قول لي شايف الازمه التهديفيه او قله المهاجمين الهدافين اللي المفروض ان هم يبقوا داعم لمنتخب مصر، شايف الموضوع ده ازاي؟ ولا شايف ان في فراوده مظلومه المفروض تروح منتخب مصر؟ قول لي وجهه نظرك في الموضوع ده تحديدا. لا والله بص يا كابتن حميد هو الموضوع ان في فراوده في مصر فراوده كتير قوي ومميزين جدا بس للاسف احنا داخلين على مرحله مهمه جدا في تاريخنا في تاريخنا الكروي يعني اللي هي كاس العالم وللاسف برضو ان معظم المهاجمين دول يا بعاد جدا عن مستواهم حاله غريبه جدا يا في مصابين يعني عندك لعيبه المفروض ان هي كانت ماشيه بشكل كويس زي مروان محسن عندك لعيبه كانت المفروض اساسيه في منتخب مصر زي باسم لكن طبعا بعيده جدا عن مستواها. عمرو جمال كان قعد فتره كبيره جدا ماشي بشكل كويس برضه بعد الاصابه ما قدرش يرجع لعمرو جمال اللي كان بادي مع النادي الاهلي. كوكا و في مين تاني يعني في هدافين كتير كانوا موجودين في الدوري المصري لكن للاسف الفتره دي في حاله عايز اقول الفتور في المستوى كده بالنسبه لهم وبعد عن مستواهم وده مأثر كبير جدا على المركز ده في منتخب مصر. يعني في مهاجمين المفروض ان هم جايين من يعني ما انضموش قبل كده للمنتخب او انضموا في فترات سابقه يعني لكن اعتقد السياسه او السيستم اللي ماشي عليه مستر كوبر ان هو يعني ال طب فكره ان هو يضم حد في الفتره دي اعتقد ان هي مش هتبقى بسهوله يعني هو قافل على المجموعه اللي كانت معاه في التصفيات وهيدخل يمكن عناصر بس بسيطه وللاسف ان ما فيش من العناصر دي فراوده ومميزين يمكن خالد قمر الحمد لله يعني الفتره اللي فاتت دي ماشي بشكل كويس جدا احمد علي برضو في المقاولين ماشي بشكل كويس لكن بقى له ماتشين كده ما بيهدفش لكن فكره او سياسه مستر كوبر ان هو يضم حد ما اتضمش معاه قبل كده او دخل معاه في الفتره اللي فاتت دي ورده بالنسبه له او لا دي اعتقد اختياراته هو على الرغم ان انا برضو بحترم فيه جدا ان الناس اللي تعبت معاه جدا في التصفيات ووصلته للمرحله دي هي اللي يبقى لها الاحق في الفتره دي لكن برضو
مع ذلك لازم يبص برضه لان المركز ده مهم جدا بالنسبه لنا، وهو جرب قبل كده فكره الشادو سترايكر او المهاجم الوهمي ده وما نفعتش معانا في صلاح او في كهربا، فلازم يبقى عندك فروت تقدر تعول عليه في ان انت تطلع عليه بهجمه من تحت او يبقى محطه بالنسبه لك تحضر عليه وياخد من في ظهره صلاح او تريزيجيه او اللعيبه اللي عندها سرعات. طب لو انت مع مستر كوبر يا مجدي وقال لك عايزين نبدا بفرود صريح هتقول له مين؟ والله كابتن ميدو انا يعني في دلوقتي ما انا بقول لك للاسف ان الدوري حاليا انا برضه ما اقدرش اغامر واضم حد. لا خلينا في الموجودين، خلينا في الموجودين. الموجودين انا بالنسبه لنا لو انا كمدرب انا واحد من ثلاثه. احمد علي المقاولين، خالد قمر الانتاج الحربي، وفي ثروت لو خد ثقه وخد فرصه اعتقد ان هو ممكن يبقى حاله برضه في منتخب مصر، مصطفى محمد بتاع طنطا. مصطفى محمد. تمام. بس اللعيبه دي عايزه ماتشات كتير جدا كابتن ميدو قبل قبل المونديال وتاخد برضه الصبغه الدوليه ان هي تبقى موجوده في وسط المجموعه دي وتتعود على فكره وطريقه كابتن مستر كوبر. لكن هو ادرى بالتاكيد باختياراته هو بيتابع بشكل كويس كمان، يعني دي حاجه برضو انا بشوفها حاجه مهمه بالنسبه له، بيحضر معظم مباريات الدوري وبيتفرج على الفراوده. لو شايف ان دي بالنسبه له ممكن تبقى حاجه مهمه او نقطه فارقه معاه يعني لازم ياخد ثروت من النوعيه دي. تمام. انا حاسس ان صوتك كده مش عارف، صوتك مش حاسس ان هو موضوع نوم ولا خايف من ماتش الاهلي اللي جاي. حسيت صوت الكلام بيطلع منك كده متقطع، انا مش عادتك جامد. انت ما جبتش سيره ماتش الاهلي خالص. لا انا بقول لك انا يعني لا بفكر. لا والله، لا والله فعلا صاحي من النوم، لكن مباراه الاهلي بما انك تفرغت الموضوع يعني ماتش الاهلي بالنسبه لنا ماتش مهم جدا. النادي الاهلي واصل لمرحله من الاستقرار ومن ثبات المستوى ومن كمان الفورمه بالنسبه لمعظم لاعبيه، وصل لمرحله هايله جدا. بالتاكيد احنا خلصنا مباراه الاسيوطي امبارح والكابتن ابتدى يتكلم في مباراه الاهلي النهارده. المشكله بس يا كابتن ميدو في ان احنا لاعبين ثلاث مباريات في ثمان ايام. ده عامل حمل بدني وذهني ونفسي على اللعيبه بشكل كبير جدا. والاكثر صعوبه في الموضوع ان انت الماتش الثالث هو اعلى ماتش بالظبط في الثلاث مباريات تمام. النادي الاهلي هو النادي الاهلي عنده جاهزيه ما شاء الله في اللعيبه وعنده كمان الدكه بالنسبه له اتقل. احنا برضو اللعيبه عندنا انت بتتحرك في 15 16 لعيب 18 اللي موجودين معاك هم اللي ممكن تعول عليهم، تدخل واحد من بره او من جوه تقدر تلعب في التشكيل، لكن ما عندناش الامكانيه في ان احنا نغير فريق كامل ونقدر نلعب بفريق ثاني زي النادي الاهلي. فهي اكيد هتبقى مباراه صعبه جدا، لكن ان شاء الله باذن الله نعمل مباراه كويسه ونقدر نخرج بنتيجه باذن الله ايجابيه، لان احنا محتاجين برضو ان احنا نعدي ثلاث مباريات دي باكبر كم من البناط يعني. اكيد يا كابتن مجدي كل التوفيق ليك وكل التوفيق للكابتن مختار، عاملين نتائج ولا اروع ان شاء الله. كل التوفيق ليكوا في الفتره المقبله كابتن مجدي عبد العاطي المدرب العام نادي الانتاج الحربي. شكرا جدا ليك. قول لي نسيت اقول لك الحمد لله على السلامه، بس يعني انا كنت سايب فراغ كبير في القاهره الفتره اللي فاتت. ربنا يخليك كابتن مجدي. انا مش عايز اتكلم بس عشان على الهوا. شكرا يا كابتن مجدي. اتكلمنا على الهدافين، اتكلمنا على هدافين منتخب مصر. بس مجدي قال حاجه حلوه، حاجه غريبه جدا. قول لي بس هو بيختار يعني، كان سؤال حلو جدا طبعا منك، يعني تختار مين مهاجم منتخب مصر الفتره اللي جايه؟ بس هو بيختار مين؟ اختار مصطفى محمد لاعب طنطا، اختار احمد علي لاعب المقاولين العرب، اختار خالد القمر لاعب الانتاج. بص اول ست فرق ما فيهمش فاروق يلعب في منتخب مصر، ودي الغريب، دي الحاله الغريبه. يعني حاله ان انت ما يبقاش عندك فاروق ده، يعني دي حاله غريبه جدا. يعني انت بتتكلم في السبعه، في السته، الاهلي والاسماعيلي والزمالك والمصري وامبي، يعني الخمس فرق اللي في الاول
انت بتتكلم مفهوم شافيرويد يلعب في الاهلي وليد ازارو محترف الزمالك الزمالك مع كاسونجو كافونجو محترف امبي ما عندوش برضه الاسماعيلي عنده كالدرون المصري عنده برضه بيانسي تمام محترفين بانسيدا ولا كده في احمد بلال في حسام حسن مفيش بقى كلام انت النهارده عندك مشكله كبيره جدا بالظبط الاهلي كان اول مثلا عنده 6-7 فراوده اولاد النادي كان كان من بعد حسام حسن ومحمد وعلى ابراهيم وعلى ابراهيم ما كانش يعني هو هنتكلم عن الفراوده اللي جم النادي الاهلي يعني كان حسام حسن مثلا علي ماهر لاعب منتخب مصر محمد فاروق لاعب منتخب مصر احمد متعب لاعب منتخب مصر احمد بلال لاعب منتخب مصر اسامه حسني لاعب منتخب مصر بتتكلم في 5-6 من النادي الاهلي كانوا لاعبوا منتخب مصر وعندك برده الزمالك كان عنده لعيبه وعندك انا بص بشوف ان طريقه اللعب اللي بيلعب بيها المدربين دلوقتي في الوقت الحالي هي سبب ان مفيش فراوده النهارده احنا جبنا طريقه اللعب من اوروبا كده بتاعه جوارديولا تمام 4-2-3-1 اللي لعب بيها وكان فيها ميسي وكان فيها رونالدينيو تمام 2 عباقره في اللعب وقدام كان بيلعب صامويل ايتو في الاول كفرود وهو نجح بالطريقه عشان ده ميسي وده رونالدينيو يعني فاهم قصدي انما الطريقه هو جوارديولا بعد كده لما راح لما لعب دلوقتي في السنه دي في بدايتها مع مانشستر سيتي كان بيلعب 2 فراوده كان بيلعب اجويرو وكان بيلعب بخيسوس يعني هو الراجل نفسه غير من الطريقه فانا عايز اقول لك خيسوس كان بيلعب ناحيه الشمال لا بس هو كان بيلعب فيرود يعني ولما راح فيرود وفيرود خلى مولر ناحيه اليمين مش بتكلم على مش بتكلم على باير بتكلم على مانشستر سيتي لعب في اوقات كتيره جدا كان بيلعب 2 فراوده خيسوس وكان بيلعب باجويرو لما حفظهم وشبعهم الطريقه فانت النهارده اصلا يعني انا بشوف الطريقه دي اللي بيلعبوا بيها المصريين رقم 2 الفرقه ما بتعرفش تلعب من وجهه نظري الشخصيه يعني يعني قصدي ما بتاديش بالشكل اللي انت عايزه لان انت ما عندكش كريستيانو وما عندكش ميسي كمان الاثنين اللي يقدروا يجيبوا جوان ويصنعوا اهداف الكلام ده موجود في الاهلي يعني وليد سليمان يقدر يسجل اهداف تمام ويصنع اجاي ممكن يسجل اهداف ويصنع في النادي الاهلي عندك تمام؟ كتير ما شاء الله محمود لا الحته دي بالظبط الحته دي بالذات في الاهلي لا الاهلي يقدر يلعبها بشكل كويس لان الاهلي ممكن يقدر يحاول الطريقه في اي وقت من 4-2-3-1 4-4-2 اي في اي وقت انما بقيه الفرقه الثانيه بص انت بتلعب بس فيرود واحد والتسعه بيدافعوا فخليت كمان اعدمت فكره انك يبقى عندك فيرود ثاني برغم ان الطريقه دي مش 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 حكر يعني ليستر سيتي كان بيلعب 2 فراوده وخد خد البريمير ليج مفيش مشكله انك تلعب بطريقه مختلفه اللي تناسب امكانياتك وقدراتك كفريق انما انت النهارده في الدوري المصري يعني الامكانيات لا تسمح انك تلعب 4-2-3-1 وبرضه تلعب يا كابتن احمد الموضوع مش في 4-2-3-1 ولا 4-4-2 الموضوع ان انت بتنفذ الحاجه اللي انت عايزها ما انت 4-2-3-1 زي ما انت قلت ممكن تخليها 4-4-2 بالظبط على حسب امكانياتك ممكن تخليها زي ما انت عايز بالظبط بالظبط لكن هي مش مسمى لكن احنا عندنا في معظم احنا بنستورد للاسف مسمى احنا بنستورد الطرق بنستورد الفكره طرق اللعب بالظبط لكن تنفيذها مش عارفين طريقه تنفيذها ما دي محتاجه امكانيات يعني ما انا عشان كده بقول لك لما جوارديولا لعب بيها كان ميسي ناحيه الشمال بيلعب شمال ويمينه في القلب وبيجيب جوال وبصنع اهداف رونالدينيو نفس الموضوع كان بيعمل الحته دي كويس كويس جدا فالنهارده عندك اتنين يقدروا يقلبوا لك الملعب كله انما احنا في مصر الناحيه دي لا في ميسي ولا في كريستيانو ولا في رونالدينيو فالطريقه صعبه جدا ان احنا نلعب بيها فانت بتقتل الفراوده بكون انك بتلعب فرد واحد بس للاسف الشديد تمام فرد واحد اولا الفرد الواحد ده والطريقه دي انت ما بتستغلش الاطراف بتاعتك لان انت خلاص عايز الاثنين اللي من تحت الفراوده هم اللي يهاجموا وهم اللي يسجلوا اهداف هم اللي يصنعوا فبتلغي الاثنين الباكين فبالتالي شغل الفرود كمان بيبقى قليل جدا. بتخليني اروح في اسئله مش عايز ادخل فيها بصراحه يعني مش عايز ادخل فيها يعني انت شايف دور المدرب كام في الميه في نجاح المنظومه؟ 90% 80% 80% 80% وشايف ان فشل الكره المصريه بسبب مين؟ والله بص انا مش عايز يعني الوم على المدربين المصريين قوي ولكن انا بلوم على الافكار منلوم لو الدنيا بالظبط انا بلوم على الافكار انا النهارده كمدير فني لازم يبقى عندي فكره يعني كام في الميه اقنعوك كمدربين مصريين يا كابتن احمد كام في الميه مش هنقول كام مدرب هنقول كام في الميه شوف انا هقول لك على حاجه المدرب اللي ما يترشحش يمسك منتخب مصر يبقى مدرب غير مقنع بالنسبه لي انا شخصيا مع احترام لكل المدربين طبعا انا بحترم كل المدربين كبار وصغار وكل الناس لا احنا بنحترم كل الناس لكن بس انا بتكلم في المصلحة. انا بتكلم في المصلحه العامه انا بتكلم المدير الفني اللي ما يعملش بصمه قويه تمام لان الامكانيات في مصر يعني خلينا نتكلم بشكل عام بشفافيه الامكانيات في مصر كلها شبه بعض اللعيبه كلها شبه بعض ده اللي بتكلم فيه فانت النهارده ما عندكش فروقات فرديه عاليه جدا انك تقدر مثلا يبقى في فريق عنده امكانيات لعيبه يعني على مستوى عالي وامكانيات لعيبه قليله كل الفرق انت بتتكلم مثلا من الثالث لل 13
الامكانيات كلها زي بعض بالظبط. فده فكر المدير الفني، التخطيط بتاعه، التكتيك بتاعه، مدى استيعاب اللعيبه. شفت لعيبه الاهلي والزمالك هتلاقي من اسوان، هتلاقي من الداخليه، هتلاقي مش عارف الاسماعيلي، هتلاقي مش عارف الزمالك اشترى 17 لعيب، نصهم من 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 اللعيبه اللي في الوسط الجدول. هي الاهلي مش اهلي بس، الاهلي من انديه، الزمالك من انديه. يعني انت النهارده النادي الاهلي عنده 3 4 من ولاد النادي، والباقي اشتراه. فهي فكر مدير، هو فكر مدير فني وفكر احترافي وحق اي خلاص نادي. ماشي، حقك ان انت تشتري طالما المنظومه بتسمح انك تشتري. خلاص يبقى تشتري، مفيش مشكله. ما اوروبا، في اوروبا كل الناس بتشتري، في مدريد ومانشستر وكل الناس بتشتري النهارده لعيبه. اللعيبه عايز، بس الفكره كلها المدير الفني ازاي ينجح مع اللعيبه، ازاي المدير الفني ينقل فكره والاستراتيجيه بتاعته، وان ازاي يخلي اللعيبه يعني تلعب بالطريقه اللي هو عايزها، اللي هو يكسب بيها. النهارده في مدير فني بينجح ومدير فني ما بينجحش. النهارده الدوري المصري في اوقات من الاوقات بتشتغل ب 42 مدرب، كل شويه مدرب بيتغير، كل اربع خمس ماتشات مدرب بيتغير، صعب جدا. يعني موضوع حلو قوي، انا بحب اتكلم فيه بصراحه. يعني انا دايما لما بيجي لي ضيف مميز بصراحه بكلمه في حاجه بيبقى فيها حديث كده، ان انا بقيم اللعيبه في العالم لثلاث مستويات. مستوى متفرد بنفسه اللي هو ميسي وكريستيانو، خلينا نبعد عن الاثنين دول خالص، وهازارد وبتاع. لا خلينا نبعد عن الاثنين دول، ميسي وكريستيانو. تمام، ولا لو انت مش مختلف معايا قول لي. لا لا طبعا، في حته ثانيه خالص. ميسي وكريستيانو ونيمار وهازارد دول من يعني الاربع لعيبه ما لهمش اختلاف يعني، ده اي كلاس. اوكي، والمستوى الثاني اللي هو اللعيبه اللي هي متميزه شويه. بالظبط، اللي هو ندخل فيهم زي ما انت بقى، يعني لعيبه من روما، لعيب مش عارف من مين. والمستوى الثالث اعتقد ان هم كلهم شكل بعض. طبعا المستوى الثالث هم اغلبيه لعيبه كره القدم. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، في الدوري الانجليزي صلاح مع المستوى الاول عشان بس احمد جمال بيتخانق. طبعا صلاح ان شاء الله يبقى المستوى الاول دايما ان شاء الله يبقى احسن كمان. بص الدوري الانجليزي لو انت بتتفرج على كل الماتشات هتلاقي ان في المستوى الثالث اكتر حاجه في الدوري الانجليزي، المستوى الثالث. يعني انت بتتكلم معايا في القصه دي. بالظبط طبعا، انا بكلمك كمان ايه افضل دوري في العالم. بالظبط، ايه بقى اللي بيخلي الانديه دي قويه جدا وليها شكل طبعا وليها طعم وروح؟ المنظومه الاحترافيه طبعا بتاعت ادارات الانديه دي رقم واحد. رقم اثنين المدير الفني اللي بيختار اللعيبه اللي تناسب امكانيات وتناسب الطريقه بتاعته. انا ممكن النهارده اجيب احمد بلال ماشي يلعب كفيرود، انا مش عايز العب بفيرود واحد، فاهم قصدي؟ عايز العب بشادو سترايكر زي ما في بعض الاوقات بتحصل. فالنهارده اكيد احمد بلال مع كل امكانياته مش هيناسبني. تمام، مش ممكن ما يناسبنيش، يعني عادي جدا في كره القدم، وضع طبيعي. تمام، النهارده يعني عايز اقول لك على حاجه، النهارده لما دي ماريا راح مانشستر يونايتد ما كانش الاختيار الافضل، برغم ان دي ماريا كان مكسب مدريد في بطوله اوروبا واخد معاهم درد. فالنهارده ما كانش الاختيار الافضل بالنسبه لمانشستر يونايتد، عشان كده ما نجحش معاهم. راح مع فرقه بتلعب بطريقه ينجح فيها دي ماريا. فالنهارده المدير الفني ورؤيته تمام، والتكتيك اللي بيلعب بيه، واختياره للعيبه اللي بتنفذ تمام، ومعدل اللياقه البدنيه اللي انا بشوفه من اهم الحاجات. النهارده الدوري المصري اللعيب يوصل للدقيقه 60 ويجي له كرامب في نص الموسم. انت فاهم؟ يعني دي حاجه ببقى انا قاعد مثلا بحلل الماتش وهتجنن. يعني انت فاهم؟ احنا للاسف كمان 12 ماتش افكرك بحاجه. للاسف بنشتكي دلوقتي من ضغط المباريات، مع ان كنا بنشيد بالدوري الانجليزي ان مباراته مضغوطه. بالظبط، يعني برضو يعني كنا بنقول ان انجلترا بيلعبوا كل 48 ساعه. بالظبط، البوكسنج داي بيلعبوا كل 48 ساعه ماتش. خلينا نبعد عن البوكسنج داي، احنا بنتكلم في الطبيعي. في الطبيعي كل 3 ايام ماتش. بالظبط، كل يا كاس عشان كده فتنسهم عالي، عشان كده دلوقتي احنا بنشتكي. بالظبط، انت النهارده كدوري مصري لما بتلعب كل اربع ايام مباراه، يمكن انا سمعت تصريح لمحمد عوده، كابتن محمد عوده بتاع المقاولين، قال لك انا لعبت 12 ثلاث ماتشات في 12 يوم، وكان من ضمنهم ماتشين الاهلي، فكان الامور صعبه عليا. طب يعني انا النهارده خدت فترة إعداد، جهزت اللعيبة بتاعتي، أعدتهم لياقيا كويس جدا. ممكن الفروقات الفردية تمام تفرق ما بين لعيبة الأهلي ولعيبة المقاولين، ممكن. يعني الأهلي مثلا عنده لعيبة مثلا أي كلاس، والمقاولين يعني ممكن نقول كده يعني، يعني مع احترامي طبعا المقاولين وكل حاجة، لكن ممكن الفروقات الفردية تفرق النادي الأهلي عن النادي المقاولين. لكن الإعداد البدني يعني دي بتاعت مدير فني. أنا النهاردة لعبت إزاي أقدر أوصلهم إنهم يلعبوا 95 دقيقة و100 دقيقة، ده شغل مدير فني. النهاردة أنت اللعيب المصري بيجي بقول لك في وسط الموسم الدقيقه 60 ويجي له كرامب. بالظبط، يعني انا يعني في حاجه حصلت الماتش اللي فات بس انا ما تخيلتهاش. يعني ان لعيب صغير يجي له كرامب في ماتش في الدقيقه 70. يعني انا دي بصراحه يعني كانت بالنسبه لي غريبه شويه. احنا خلي بالك كمان، احنا ما بنعملش الحاله الطبيه على اللعيب، ما بنعملش اي مستشفى طبعا أي حاجة. لا انا بتكلم كمان، ما هو اللعيب ده ممكن يكون عنده املاح، صح، ممكن يكون عنده ضعف، صح، ممكن عنده انيميا،
بعيد عن الحاله التدريبيه، فاحنا صح. بنجمع لعيبه بنمرنهم نفس الوحده بصرف النظر عن هو ايه وعضلته ايه ومستحمل ايه ومستحملش ايه، ما عندناش بص انا خدت تجربه احتراف صغيره كده في تركيا تمام. في التدريب اللياقه البدنيه اللعيبه كلها مش زي بعض بالظبط، يعني اللعيبه كلها ما بتاخدش نفس الجرعه بالظبط، يعني انا كفرود بتمرن بشكل مختلف عن اللعيب وسط الملعب، مختلف شويه عن اللعيب الديفندر، شكل يعني الجري بالظبط حتى يعني طريقه الجري انا بجري اسرع شويه هو بيجري على مهله شويه، هو بيجري مسافه اطول او زمن اطول انا بجري زمن قصير شويه، فالنهارده جرعه التدريب بتختلف على حسب البوزيشن بتاعك اللي بتلعب فيه، فالنهارده لا الموضوع مختلف تماما في التدريب، مش بس ان انت يلا يا جماعه كله هيجري نفس الوحده ال 30 دقيقه وكله هيشتغل نفس، لا عشان كده بقول لك الشغل مختلف، مش بعيد الكرامب بيجي ضعف جسماني ممكن طبعا اسباب كتيره جدا طبعا اسباب كتيره جدا، قله لياقه بدنيه، املاح زياده، اجهاد زياده، عدم راحه، مفيش فيتامينز كتير بياخدها اللعيب، حاجات كتيره جدا ممكن تخلي اللعيب يجهد اثناء المباراه، بس برضو ترجع للمدير الفني وازاي ان هو بيشتغل مع التيم بتاعه، انا النهارده مدير فني انا عندي تيم بشتغل بيه النهارده، انا اسف يا عبد الحميد كل النهارده الانديه مدرب عام ومساعد ومدرب حراس مرمى، اربع مدربين انا بكلمك بقى لما كنت في تركيا سنه كام بقى 2005 و2006 الاستاف بتاع التدريب كان عباره عن 11 واحد، مدير فني ومخطط احمال ومساعد للمدرب ومساعد مش عارف لايه، وده بيشتغل لا ده بيصور للماتشات وده بيشوف معدل اللياقه البدنيه عند اللعيبه وده بيشوف الفنيات وده بيعمل الاناليسيس بتاعه الجيم، يعني حاجات كتيره جدا موضوع مختلف تخليك يعني. تشتغل تخلي الفرقتين مثلا وانت بتلعب بتكسب فروقات فرديه بقى خلاص، انما تكسبني جري ولياقه بدنيه ومعدل سرعات لا ما تكسبنيش. الحاله الاحترافيه المصريه كم في الميه من الحاله الاحترافيه العالميه؟ لا ما فيش 20%، ما فيش 20%. لا طبعا الفكر الاحترافي اللاعب لا طبعا المصري. بعيد جدا احنا بعيد جدا بعيد الدوري العام المصري نفسه الفكر الاحترافي اللاعب المصري الدوري العام المصري دوري حلو بس محتاج تطوير كتير. لا مش دوري حلو بص طالما في فرقه مهما كان اسمها ايه الاهلي خلاص يعني ما شاء الله الاهلي طول عمره لا 20 بونت دلوقتي تقريبا فرق 20 20 ولسه لسه هيخلص الاهلي فرق 30 تقريبا بالظبط يعني تقريبا الاهلي هيخلص فرق 30 يبقى الدوري مش بص ما هو انا ليه بقول حاجه محبه. خلينا نبعد عن الاهلي كمان ماشي انت عارف انا بقول حاجه الفرق بين الاخير والفرق بين الثاني انا هقول لك اهو انا بقول حاجه معادله الدوري اللي يبقى 12 واحد بينافسوا مين ما يهبطش يبقى ده دوري ضعيف يعني احنا ممكن نشوف اللذاذه بتاعته الحلاوه بتاعته ان التنافس تحت والمقاولين 26 الانتاج 26 والداخليه 25 والاتحاد 27 والمقص 25 وطنطا 23 انت عارف انت عندك طعم حلو بس تحت فاهم قصدي؟ مش فوق يعني ما عندكش منافسه فوق، المنافسه للاسف دايما المنافسه في الدوري المصري مين اللي مش هيهبط يا جماعه؟ فالدوري فقوه الدوري ده ضعف، الناس بتفتكر ان ده قوه للدوري العام المصري، لكن انا بشوفها من وجهه نظر لا لما يكون في خمسه سته بينافسوا على المراكز الاولى او سبع فرق مثلا النهارده بيلعبوا على الثاني او الثالث وارد النهارده مثلا مانشستر بعيد شويه سيتي، لكن عندك يونايتد وارسنال وليفربول وتوتنهام كله وراه كله بينافس على الثاني على المركز الثاني والثالث، انما انت النهارده النادي الاهلي فوق وبعد المصري والاسماعيلي بتدور على والزمالك بتدور على مين هينزل تحت ومين هيقعد في الدوري العام ومش هيقعد في الدوري العام. تعال نرجع لحته المدرب تاني، الحته دي مهمه جدا بالنسبه لي انت فتحتني فيها، انا قلت لك يعني ما تفتحنيش في حته المدرب تحديدا، المدربين تاني بيشتكوا من ضغط المباريات. انا كان عندي فتره اعداد قبل كده كبيره جدا، حفظت لعيبتي وحفظتهم طريقتي وحفظتهم خلاص انا محتاج ان انا ابقى عندي فتره بعيده عن الماتشات املى فيها بقى تمرين واقعد افكر واقعد اعد، ولا محتاج ثلاث ايام او اربع ايام بالكثير قوي محاضرات فنيه استشفى اللعيب يفوق ضغط التمرين كمان يبقى عليه قليل وانا محاضرات فنيه وكلام وجمل في الملعب ومعالجه اخطاء، ايه الاحسن للمدرب؟ انا هقول لك على حاجه، ايه الاحسن للمدرب؟ المدير الفني اللي اشتكى السنه دي من 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 ضغط المباريات ومدير فني انا اسف يعني بيعلق اخطائه على شماعه ليه؟ انت كان عندك ايقاف للدوري العام مصر كتير جدا البطوله الافريقيه اللي رحت لعبتها السنه اللي فاتت دي والتوقفات الكتيره جدا اللي حصلت مع منتخب مصر تاخد بالك تخليك تعد الفريق بتاعك زي ما انت عايز حصلت توقفات كتيره جدا مع منتخب مصر والدوري وبتاع فانت النهارده كان عندك فرصه كافيه انك تعد الفرقه بتاعتك بشكل كويس انت النهارده انا كمدير فني النهارده لا بالعكس انا كل اربع ايام مباراه يا دوب احفظ بس او اذكر اللعيبه طريقه اللعب ممكن اغير طريقه لعب ما تاخدش التكتيك بتاعي ما ياخدش يومين للمباراه حاجات بسيطه
بسيطه، انت مش لازم تقعد تجري وتجد اللعيبه عشان تحفظه طريق يعني تاكتيك ممكن تلعب بيه او تغير التاكتيك بتاعك لحاله ثانيه. لا انا كل اربع مرات العب اللعيبه كمان ما ينساش، ما يلحقش ينسى. لا النهارده يا جماعه هلعب 4 2 3 1، بكره هلعب 4 4 2، النهارده هاجم بالشكل الفلاني، لا هدافع في الحته دي، هدافع ازاي، هاجم ازاي، دي كل حاجه ما تاخدش نص ساعه شغل جوه حتى وانت ماشي. والله في اوقات كتيره جدا كنا بنشتغل التاكتيك واحنا بنمشي في الملعب من غير جري. يا دوب عارف انت بتمشي بترحل 1 2 3 4 بترحل، اللعيبه بترحل. فالنهارده كل اربع مباريات تلعب كل اربع ايام مباراه، لا انا احسن لي اصلا هلعب كل اسبوع ماتش، ما هو يعني اكيد برضه الامور كلها طول ما انا اليقين كويس، استشفى عندي بعمله بشكل كويس جدا، مجهز لعيبتي كويس فتره الاعدادي. فالنهارده بس يمكن انا يا مجدي كان بيتكلم على حته ان هو ما عندوش لعيبه كتير، دي مشكله، عنده 15 لعيب، مشكله كبيره جدا. بص هو قوام الفرق الطبيعي يبقى 22 لعيب، ده الوضع الطبيعي بالزبط. في اي فرقه في العالم النهارده يا جماعه مش احنا بنتكلم على الدوري الانجليزي وبنقول انجلترا دي هي دي بيلعبوا كل 3 ايام مباراه. طب بص على انجلترا، بص على مانشستر يونايتد او السيتي او الفرقه دي، هم 14 لعيب 15 لعيب لكن قوام الفرقه 20 22، ما فيش فرقه. مجدي وكابتن مختار يعني معذورين لان هم راحوا على الفرقه يعني كابتن مختار طبعا ده وضع مختلف، علشان هو يعني راح على فرقه لا اختار لعيبه ولا عمل فتره اعداد ولا عمل اي حاجه، وطبعا الراجل يعني بصراحه هو عمل ماتشات جيده الحقيقه الفتره اللي فاتت كابتن مختار. بالظبط. اخدك في حته منتخب مصر شويه، اتفضل. هنروح فين في كاس العالم؟ والله بص احنا عندنا مشكله طبعا، مشكله الفيرود، مشكله الستوبر، عندنا دول مشكلتين، مشكله الباك ليفت كمان، عندنا مش يعني ثلاث اربع مشاكل في منتخب مصر محتاجين. طب هل هي مشاكل انا كمدير فني اللي جبتها لنفسي ولا هي مشاكل بلا حل؟ مش انت كمدير فني جبتها لنفسك، انا النهارده انت بص مدير فني منتخب المصري هو بيختار من اللعيبه الاميز بالنسبه لي. النهارده انت عندك علي جبر اللعيب الاساسي بالنسبه لك ما بيلعبش الى الان، ما لعبش خالص وممكن ما يلعبش في فوست بروميش الفتره اللي جايه، فبقى عندك ازمه في حته الستوبر. هو كوبر عنده حته كويسه وحته وحشه. الحته الكويسه ان هو عنده التزام وعنده لعيبه حفظها طريقه لعبه كويس بشكل كويس قوي، عشان كده اقنعك. بص اقنعني بالامكانيات الموجوده. بص ما هو انا النهارده شايف الامكانيات الموجوده، انا الامكانيات الموجوده الحقيقية. على الانجاز اللي حصل لا حلو. الامكانيات اللي موجوده هي الامكانيات الحقيقيه ولا كان ممكن يبقى احسن وفي تطوير؟ لا احنا ما عندناش امكانيات افضل من كده، ما عندناش احنا انت النهارده بص انا النهارده بص خلينا نتكلم بصراحه يعني بص عشان ما تضحكش على الناس، يعني انت النهارده انت كمنتخب مصر بتلعب على لعيب واحد ماشي، هو اللي بيصنع لك هو اللي بيصنع لك الفارق في منتخب مصر، محمد صلاح مثلا ربنا يحفظه ان شاء الله يعني. هو ده اللعيب اللي بيعمل لك الفارق في كل مباراه. طب لو انت النهارده ممكن تغير طريقه لعبك لو محمد صلاح لا قدر الله اتصاب او ما كملش، مشكله كبيره، مشكله كبيره بالنسبه لمستر. لكن برضو هنروح فين في المونديال؟ اتمنى ان احنا ان شاء الله الفتره اللي هياخدها مستر كوبر قبل المونديال، فتره الاعداد وفترة المباريات الودية، ترجع تخلي منتخب مصر تاني يبقى حالة الانسجام تكون موجودة، القوة والثقة تكون موجودة. يا رب. عشان بقى جيت متأخر الوقت بتاعنا خلص. مفيش وقت للأسف. صحيح. لكن صحيح. أنا الحديث معاك أنا استمتعت بيه. ربنا يخليك. والله كان نفسي كمان نطول مرة تانية. كان في كلام كتير إن شاء الله. إن شاء الله. نعمل حلقة تانية وتلتزم بمواعيدك بقى. مش عايز أتكلم قدام الناس. تانية هتفضحنا تاني. مش عايز أنت كنت فرود يا ابني أنا ملتزم طول عمري الحمد لله. ماشي عشان خاطر الاهلاويه نورتنا وشرفتنا يعني. ربنا يخليك يا حبيبي تسلم. يا رب نشوف نماذج من احمد بلال الهداف في الحريف كتير ان شاء الله. ان شاء الله افضل باذن الله ان شاء الله. شكرا لك. وقتي دايما بيخلص معاكم بسرعه جدا، دايما بتشرفوني وبتنوروني، وتصبحوا على الف خير.